طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد في بداية السيشن إن شاء الله النهاردة مراجعة سريعة على موضوع الجي دي بي سي. بعد كده هنبتدي في السوينج اللي هو يعني مرتبط قوي بالديسك توب أبلكيشنز. حد عايز يعمل برنامج يشتغل على الكمبيوتر هو السوينج. أو مش السوينج بس، يعني في أكتر من تكنولوجي زي ما هنعرف مع بعض. بس أنا يهمني قوي إن الناس في الجزء الاس اي اللي احنا قلناه كله يعني مهم بطريقة يعني خطيرة جدا، من اول السينتاكس والاوبجكت اورينتد والديزاين باترنز، وبعد كده اتكلمنا في الاكسبشن هاندلنج، وان شاء الله بقى في اللي جاي بقى في الثريدنج والحاجات دي. كل ده بيزكس، كل ده بيزكس موجودة معانا طول ما احنا شغالين جافا ان شاء الله. حتى انت بعد كده يعني معلش احنا برضو بننقل خبرتنا لبعض، يعني انت ممكن تشتغل بسيستم موجود وتكتب فيه كود جافا بس. يعني مثلا في حاجه اسمها بيزنس بروسيس مانجمنت سيستمز البي بي ام، في موجود اوراكل، وفي سيستم كنت شغلت عليه كده لمده سنه في الشركه هو اسمه ابيون. ابيون ده هو تقريبا في مكان في اليمن بالاسم ده، بس هو ابيون ده يا شباب هو اي ار بي بتاع سوري بزنس بروسيس مانجمنت سيستم، هو معمول عاملاه وزاره الدفاع الامريكيه، معمول جافا. كنا بندخل يعني بس نكتب كود جافا، يعني هو معمول سيستم والناس شارياه بلايسنس، وهو اللي هيعرف مننا ان شاء الله بعدين كلكم هتبقوا كويسين ان شاء الله. بزنس بروسيس مانجمنت انت بتدخل بس تأديت في شويه حاجات جافا بتلاقي الدنيا اتغيرت معاك. فاحنا الاس اي هو البيزك، الاس اي هو اهم حاجه يعني في الجافا. ممكن عشان كده ما هتلاقيش حد مثلا بيتعلم موبايل ابلكيشنز من غير ما يعدي ياخد الاس اي الباكج على بعضها من غير السوينج، وبعد كده ياخد الجزء بتاع الايه الموبايل وات ايفر بقى اندرويد ولا اي او اس ولا كذا. فانا عايز ان شاء الله كده ايه ما نعديش المرحله اللي جايه دي اللي هو اخرها شرح النهارده ان شاء الله. موضوع الجي دي بي سي هنراجع عليه بسرعة كده، وكان في كام حاجة أنا سبتهم عشان الناس كانت يعني خلاص يعني هتروح أوفر دوس جافا، يعني الناس كانت تعبت جدا، فأنا قلت أوقف ونكمل المرة الجاية. هنراجع هنعدي على الحاجات اللي احنا سيبناها، في حاجات انتوا عارفين يعني من أول ما اشتغلنا في حاجات بسيبها وبرجع لها في الوقت المناسب. فاحنا برضو النهاردة لما نرجع للسلايدز، احنا كنا اشتغلنا في الجي دي بي سي من 3 ماتيريالز. الماتيريال الاولانيه خالص دي كانت بتتكلم عن الاس كيو ال بصفه عامه، وده يعني معلومات عامه، واحنا كنا طلبنا منكم قبل ما نبتدي الجزء ده من الاسبوع اللي فات قبلها بكام يوم كده ان انتوا ايه تقروا الحاجات دي، وبرده ك يعني واجب علينا او كهنت كده بدأنا بيها المره اللي فاتت. بعد كده اشتغلنا من الماتيريال الفاندامنتال بقى بتاعت الايه بتاع الجي دي بي سي، الحاجات الايه اللي هي في الفيرجنز القديمه، وشفنا ازاي التعامل بيكون يعني ايه في حاجات كتيره شويه ان انت عايز تفتح كونكشن والحاجات دي كلها زي في الجي دي كي 7 وبلس في 8 وان شاء الله في 9 في فيتشرز بتبتدي تسهل لك الموضوع ده. فالجزء بتاع الفاندامنتال ده كان في حاجة اتكلمنا عنها كده بس ما دوسناش فيها، اللي هي الكونكشن بولينج. ازاي ما تقعدش تعمل كونكشن انت كده بايدك كل شوية، لا انت بيبقى في سام هاو كده في حاجة اسمها داتا سورس، والداتا سورس ده انت بتقول له انا عايز كونكشن، وهو بيجهز عنده شوية كونكشنز كده، بيبتدي حد عايز يعني ايه كونكشن بيقول له خد كونكشن وخلاص. وطبعا احنا زي ما خدنا في الديزاين باترنز انت ممكن تخلي الكونكشن يبقى عندك كونكشن واحده بس على الداتا بيز، يعني انت لو عندك ابلكيشن صغير يعني ابلكيشن مثلا يشتغل عليه 2 يوزرز او يوزر واحد، ديسك توب ابلكيشن موجود في مكتب مثلا، مش عايز بقى انت تقعد تكريت كونكشن، ممكن نعمل الكونكشن بتاعتنا سنجلتون. وزي ما عارفين السنجلتون ديزاين باترن بنخلي الكونستراكتور بتاعنا برايفت ونعمل ستاتيك مثل بترجع لي ريفرنس ثابت يعني. بعد كده فالجزء ده احنا يعني ايه مش هندوس عليه دلوقتي، هو معاكم في الماتيريال بس ايه
يعني احنا عرفناه كشرح كده عام، هو ده الكونكشن بولينج او الداتا سورس. ان شاء الله لما نيجي نتكلم بقى عن الجي بي اي والهايبرنيت والاي جي بي والكلام ده، باذن الله ايه هنبتدي نتعمق فيه شويه علشان نعرف فايده الحاجات دي ايه. هي فايدتها هتبان لما نعرف مدى صعوبه او الايفورت اللي بنبذله عشان نعمل كونكشن بولينج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشمهندس معتز. بعد كده اتكلمنا بقى عن البيلدينج جي دي بي سي، بيلدينج ابلكيشن يوزنج جي دي بي سي، وسريعا بقى نعدي عليه كده. وده كان شكل الاي بي اي بتاع الجي دي بي سي. قلنا عندنا الدرايفر مانجر كلاس، وعندنا الانترفيس اللي هو كونكشن، والانترفيس التاني المهم اللي هو الستيتمنت، والانترفيس التالت اللي هو الريزلت ست. الثلاث حاجات دول شويه انترفيسز فيهم شويه ميثودز ايه وظيفتها ان انت يا جافا بروجرام تقدر تتعامل مع الايه الداتابيز. وقلنا انترفيسز مالهاش امبلمنتيشن. بيجي عندي بقى دور الفيندور او صاحب الداتابيز، الداتابيز اونر زي اوراكل زي وات ايفر نوع الداتابيز، هو بيعمل امبلمنتيشن للايه للانترفيسز دي، وبيديني الامبلمنتيشن كلاسز انا ابتدي اشتغل بيها. طيب قلنا علشان اعمل كونكشن بجيب من الدرايفر مانجر، في عندي ستاتيك ميثود بقول له جيت، وبدي له اليو ار ال واليوزر نيم والباسورد. وقلنا اليو ار ال يعني خلاص يعني اعتقد ان كلنا بقينا فاميليار معاه، وهو بيبقى في جي دي بي سي، وبعد كده الفيندور بتاع الداتابيز عايز كود قدامي، ايوه جي دي بي سي، وبعد كده الفيندور بتاع الداتابيز، وبعد كده اليو ار ال، في بقى الاي بي والبورت. وطبعا في الغالب انت بتشتغل على الديفولت بورت بتاع الداتابيز زي اوراكل كان ليه رقم 1521. بعد كده السيرفيس نيم اللي هو عندنا في اوراكل ممكن تبقى اكسبريس اديشن اكس اي او النسخه الانتربرايز اللي هو بيبقى السيرفيس اي دي بتاعها الاو ار سي ال. بعد ما بتعمل الكونكشن بتبتدي تكريت ستيتمنت، بعد كده بتكسكيوت كويري على الستيتمنت ده، والكويري بيبقى يا اما كويري عادي اللي هو ستاتيك كويري سيلكت مثلا، لو عايز بقى ستيتمنت مثلا في انسرت او ابديت بيعمل دي ام ال، بيعمل انسرت او ابديت او ديليت، وعايز تبعت بارامتر كنا بنستخدم حاجه اسمها الايه البريبيرد ستيتمنت. قبل ما نروح للبريبيرد ستيتمنت كنا قلنا ان انا بفتح ريسورسز، بفتح باخد حاجات يعني كابلكيشن بيفتح ريسورسز بره البرنامج اللي هو بتاعي، بفتح كونكشن وبفتح ستيتمنت او بكريت ستيتمنت وبكريت ريزلت سيت، فلازم بعد ما اخلص اقفلهم بالترتيب من الاخر للاول، بقفل زي الستاك كده لاست ان فيرست اوت، لاست كريتد فيرست كلوز، ده نقفل الريزلت سيت بعد كده نقفل الستيتمنت بعد كده نعمل كلوز للكونكشن. وقلنا علشان نريح دماغنا بنستخدم تراي وذ ريسورس ستيتمنت، تراي وبتكتب جواها الستيتمنتس بتاعه الايه الكرييشن بس، بعد كده في البودي بتاعها اعمل اللي انت عايزه وهو الراجل هيعمل كلوز للكونكشن. وقلنا بما ان الابلكيشن بتاعي بيفتح ريسورسز بره الابلكيشن فلازم اعمل تراي وكاتش، والاكسبشن المين اكسبشن بتاعنا اللي لازم اعمل له كاتش اللي هو الاس كيو ال اكسبشن. طيب اتكلمنا هنا بقى عن موضوع البورتابيليتي بتاع الكود، ازاي اخلي الكود بتاعي يقدر يتعامل مع الداتابيز بمجرد الكونكشن بس. يعني انت معاك الكونكشن بتاعت الداتابيز تقدر بقى تروح تشوف التيبلز اللي موجوده وتجيب الاستراكشر بتاع التيبل وتعمل الكلام ده كله عن طريق ستاندرد عاملها الانسي انستيتيوت اسمها انسي 92 ماشي. لو هي سبورتد بشتغل بقى على حاجه اسمها الميتا داتا، وقلنا ان هي الداتا اباوت داتا بتقدر تجيب التفاصيل بتاعت التيبل، تقدر تجيب الكولومز بتاعت التيبل. طبعا ده الكلوزنج الكونكشن، وقلنا خلاص يعني هي المفروض ان اعمل كلوزنج بالشكل ده. بقدر اجيب من الميتا داتا بقدر اجيب التيبل واقدر اجيب عدد الكولومز
واسماء الكولومز والداتا تايبس، وعندنا الايه الستيتمنتس موجوده في الابلكيشنز. هنا كان ستيتمنت يعني باد اكزامبل على موضوع التراي ويز ريسورسز، وقلنا هنا علشان انا لما جيت اكتب الكود ده ما عملتش كونكشن، وما عملتش كونكشن وليها ريفرنس، ما عملتش ستيتمنت بريفرنس، لا ده هو اون ذا فلاي كده على السريع كده جه عامل الستيتمنت اللي هو درايفر مانجر جيت كونكشن، جاب له الكونكشن وعمل منها جيت ستيتمنت واكسكيوت، فما تبقاش عنده حاجه يقدر التراي وذ ريسورسز يقفلها غير الريزلت سيت، فالكونكشن والستيتمنت مش هيحصل لهم كلوزنج، وده بيعمل ووستنج للايه للريسورسز اللي موجوده عندي. بعد كده وكنا اتكلمنا قبل ده كمان عن انواع الاكسكيوت ميثودز اللي موجوده عندي، فقلنا في اكسكيوت كويري واكسكيوت ابديت واكسكيوت. اكسكيوت كويري كانت بترجع لي ريزلت سيت لو انا بستخدم select statement، و execute update في حالة insert يعني كل ال DDL، وبترجع لي عدد الروز اللي هي اتأثرت بال statement ده. ولو انا عايز اشتغل بقى بأي حاجة بداء او داء، او عايز اعمل حاجة generic تران على اي حاجة، بستخدم execute ودي بترجع لي true false، وبعد كده ممكن نجيب ال result set. استخدام الميتا داتا ده احنا اتكلمنا عنه، وانت بتقدر تاكسس كل التفاصيل الخاصه بالايه بالتيبلز بتاعتك، وتجيب الاسم اسماء الكولومز والديتا تايبس بتاعتها. بعد كده قلنا على الريزلت سيت، قلنا الريزلت سيت بتاعتنا هي عباره عن سيت كوليكشن بيبقى فيه كيرسر مؤشر بيشاور لي على الديتا بتاعتي بس. وممكن بقى ايه ببتدي اعمل ترافيرس او احرك المؤشر ده عن طريق ايتريتور، هو موجود جواه، بكتب الريفرنس بتاع ريزلت سيت دوت نيكست تمام. وبعتدي اعمل فيتشنج للديتا تمام. الريزلت سيت بيكون ليها سايز، الحاجه اسمها الايه الفيتش سايز، هو باي ديفولت مثلا بيجيب، انا لو عندي مثلا سيم 100 ريكورد موجود، هو مش بيجيب كل الديتا، هو بيجيب بسايز معين انا اقدر اتحكم فيه ان انا اعمل فيتش سايز. ولما هعمل نيكست نيكست لو سي مثلا هنا 25، لما اوصل ل 26 هيبتدي هو يجيب ال 25 اللي بعدهم من الداتابيز وهكذا، وده برضو هيكون اريح يعني، ويعني هيوفر معايا في الميموري وهكذا. ده شكل البريبيرد ستيتمنت، وقلنا زيه زي الستيتمنت، بدل ما كنت من كونكشن بقول create a statement هنا اقول prepare a statement، وابتدي اعمل set للايه للبارامترز اللي عندي اللي انا بحطها جوه السترينج as question marks، ابتدي اعمل لها ايه setting، وخلاص execute query او execute update او execute زي ما انا حابب. وبعد كده اتكلمنا عن حاجه مهمه قوي هنستخدمها ان شاء الله هنبتدي بيها النهارده تاني، اللي هي الايه الكولبل ستيتمنت. callable statement لو انا عايز اعمل calling ل stored procedure، stored procedure موجود على database، وقلنا ان الميزه بتاعت ال stored procedure ان هو بيعمل execute او تنفيذ لاوامر كتير، انا عشان اعملها بال statement العادي سواء prepared او statement بس كstatic يعني، هعمل trips يعني هروح واجي على database كتير، لكن stored procedure بيكون stored او متخزن على الداتابيز، انا بناديه بس اقول له كول وبديله اسم الايه ال stored procedure، هو هينفذ ويرجع لك الريزلت هنا تتعامل معاه. فهنا برضو نفس الكلام، هو prepare call وببتدي ايه اعمل execute query او execute whatever بقى زي ما انت عايز، او عملت execute query هيرجع لك result set زي ما احنا عارفين وخلاص. واتكلمنا بعد كده عن قصة الترانساكشن، وقلنا الترانساكشن ان انا عندي شوية، احنا اعتقد السلايدز دي ما جيناش عندها اصلا، ما اتكلمناش في دي يا دكتور. ايه بالظبط بالظبط، ما انا فاهم. الترانساكشن انا عندي شوية statements او شوية يعني اوامر عايز انفذها على الداتابيز، بس عايزها تتنفذ
يا كلها تتنفذ يا كلها ما تتنفذش. لو حصل اي مشكله خلاص يعني لازم الابلكيشن عندي يعمل حاجه اسمها رول باك او يوقف الايه الاكسكيوشن. طيب الترانزاكشن ليها اربعه بروبرتيز اللي هي الاي سي اي دي. اول ايه اللي هو اتوماستي، يعني ان هي بتتنفذ كومبليتلي، يا كلها بتتنفذ يا لا. ما ينفعش تقول ان انا عندي الترانزاكشن اتنفذ جزء منها، لا. لو اي حصل اي ايرور او اي فيلير بيعمل رول باك، يعني خلاص هنشوف الكلام ده دلوقتي ايه اللي بيحصل. تاني حاجه الكونسيستنسي، يعني الترانزاكشن بتتنفذ يعني ايه، ممكن يبقى عندي اكتر من ترانزاكشن يتنفذوا في نفس الوقت، ماشي، مفيش اي علاقه ما بينهم، اندبندنت على بعض، زي ما البروبرتي اللي بعد كده بتقول ايزوليشن، انا ملهاش اي ترانزاكشن ملهاش علاقه بالثانيه، كود بيتنفذ. يعني ممكن لما هنشوف البيزنس، احنا شرحنا المره اللي فاتت قلنا شبه حاجه شبه البيزنس اللي هو الاكتوال بيزنس بتاع الايه الترانزاكشن، تمام. هنشوف دلوقتي مثال يعني مهم جدا على موضوع الترانزاكشن ده. طيب الترانزاكشن ليها يعني بروبرتي اللي هي durability، يعني الترانزاكشن اللي بتتنفذ خلاص بقت permanent، طالما ان هي completed permanent، ما ينفعش once ان هي committed خلاص ما ينفعش تعمل رول باك ليها، خلاص اتنفذت وcommitted. خد بقى عندك المثال ده، عندك account ATM machine بتاعت ATM فلوس في البنك، فانا عايز اعمل transfer $100 من account واحد لaccount اتنين، فدي بتحصل على مرتين. اول حاجة withdraw، بيجي ساحب فلوس من الاكاونت واحد، وبعد كده يعمل ديبوزيت، يعمل ايداع في الايه في الاكاونت اتنين. فلو انا عندي الاكاونت الاولاني كان فيه مثلا $500، طرحنا منهم المية، بقى عندي $400. الديبوزيت الايداع ده كان عنده $1000، حطينا عليهم 100 بقى 1100. طيب شوف بقى المثال ده، عمل سحب وبعد كده حصل فيلير في السيستم، حصل اي مشكلة، يبقى كده في ده فلوسه نقصت وده ما خدش حقه، دي المشكلة. طيب المشكلة دي تتحل ازاي بالترانزاكشنز؟ والله انت هتعمل السحب بتاعك، ده الاكزامبل المظبوط، تمام. انت المفروض تعمل كده، انت ده هتعمله بس مش هتعمل سيف على الداتابيز، انت مش هتسيف الداتابيز، لا انت هتعمل بفرنج يعني ايه، خزنها عندك لوكالي او مش على الاكتوال داتابيز. بعد كده الاثنين سكسس، ده تمام وده تمام، اعمل كوميت، يبقى هتسيف الاثنين مع بعض، تمام. حصل بقى مشكله بعد ما عملت الاولانيه اتنفذت او حصل لها بفرنج يعني ما حصلش فيها فيلير، الثانيه حصل فيها فيلير، يجي اعمل رول باك. يعني انا عندي في البفرز حصل خصم لل $100 والتاني لسه ما عملش حاجه، جال ترانزاكشن او الاوبريشن الثانيه جاي ينفذها، حصل مشكله، يجي عامل رول باك يرجع دي زي ما كانت ويرجع دي زي ما كانت، او رول باك يعني كانه مش هيعمل كوميت، يعني مش هيسيف على الداتابيس. بس يعني ده يعني ايه المثال اللي احنا هنتعرض ليه كتير، انت وانت شغال ممكن بتبيع مثلا ايتم، هتعمل فاتوره، فانت رحت خصمت مثلا، فعندك حاجتين، انت بتخصم حاجات من المخزن مثلا وبتحطها في فاتوره، ف سي مثلا انت خصمت وجيت تعمل سيف للفاتوره، حصل مشكله، حصل اي مشكله يا سيدي، كهرباء قطعت، طيب ايه اللي هيحصل؟ خلاص يبقى كده انت في عندك ديتا او في ايتمز الستوك بتاعه او الكميات بتاعته في الداتابيز اتغيرت وفي نفس الوقت ما اتباعتش، فلما تيجي تعمل جرد لا ده اللي اتباع مش قد اللي كان موجود. فده يعني ايه اهميه الترانزاكشن، اي شويه
حاجات انت بتحتاج تعملهم مع بعض as a one unit لازم تستخدم فيها transaction. وقلنا الترانزاكشن علشان اشتغل بالترانزاكشن ان انا عندي الكونكشن بيبقى ليها بروبرتي ان هي اوتو كوميت, ودي الديفولت بتاعها ان هي بترو. يعني انا لو عندي اي ستيتمنت عملت له اكسكيوت هيتحصل له اوتو كوميت, يعني مش هيتحط في بافر وبعد كده انا اقول له كوميت, لا هو خلاص يعني عملت مثلا انسيرت زي ما عملنا المره اللي فاتت اوتوماتيك راحت اتحط الكاتيجوري في الداتابيز. لكن لو انت عايز تشتغل مظبوط اعمل, او عايز تشتغل بالترانزاكشنز يعني اعمل الترانزاكشن خليها الاوتو كوميت بتاعها بفولس, دي اول حاجه. بعد كده ابتدي اعمل شغل اللي انت عايزه, اعمل كل الستيتمنتس وفي الاخر اعمل ايه كوميت لو ما حصلش مشكله, واعمل رول باك لو حصل اي فيلير عندك في الترانزاكشن. نيجي بقى لحاجه يعني جديده في يعني متضافه من اول اللي هي الجي دي كي 7, حاجه اسمها روست بروفايدر والروست فاكتوري. ده يا شباب حاجه كده شبه الشغل اللي بنعمله بالكونكشنز, هو عامله لك عن طريق حاجه اسمها الروست فاكتوري. طيب تعالى كده افتكر احنا كنا بنعمل سيلكت فروم اول, سيلكت اول فروم امبلوي, كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل كونكشن وستيتمنت وبعد كده نعمل ريزلت سيت وخلاص ونبتدي نشتغل عليها. تعال شوف ايه بقى القصه هنا. انت بقى هنا بتشتغل على الرو سيت بروفايدر فاكتوري وبتيجي عامل كريت جي دي بي سي رو سيت. الرو سيت دي يا شباب يعني حاجه كده زي الكونكشن, تمام؟ بعد كده اعمل سيت لليو ار ال, بدل ما كنت بتكتب الكونكشن سترينج يو ار ال وتقول له كرييت كونكشن وتدي له النيم بتاع اليو ار ال والنيم والباسورد, لا الريفرنس اللي انت عملته من الجي دي بي سي رو سيت ده اللي هو الجي دي بي سي ار اس, تمام؟ اعمل سيت لليو ار ال, سيت النيم, سيت الباسورد, وبعد كده سيت كومنت. ده بدل ما كنت انا اروح اعمل الستيتمنت, لا سيت كوماند كمان واكتب له السترينج بتاعك او اكتب له الستيتمنت اكسكيوت, تمام؟ فانا عندي الجي دي بي سي رو سيت بديل كامل للكونكشن والستيتمنت والريزلت سيت. كل اللي انا هعمله هعمل ريفرنس من انترفيس اسمه جي دي بي سي رو سيت وهجيب الاوبجكت بتاعي عن طريق فاكتوري, واحنا كلنا عارفين الفاكتوري ديزاين باتر شبهه. عامل رو سيت بروفايدر دوت نيو فاكتوري دوت كرييت جي دي بي سي رو سيت, دي هترجع لي اوبجكت نوعه جي دي بي سي رو سيت. امسك بقى الاوبجكت ده اعمل سيت لليو ار ال لليوزر نيم للباسورد وبعد كده سيت كوماند كمان. وانس ان انت عملت سيت كوماند اعمل اكسكيوت ورن وخلاص. ابتدي بقى ما فيش ريزلت سيت تقعد بقى ايه تضايقك في الاكسكيوشن والكلام ده, لا هو جي دي بي سي رو سيت دوت نيكست وبعد كده كانها ريزلت سيت اهي دوت جيت انتجر جيت سترينج جيت, هات الداتا اللي انت عايزها. فده دي طريقه مبسطه في التعامل مع الداتابيز اللي هي الجي دي بي سي رو سيت. وفي عندنا اكزامبل انا المره اللي فاتت ايه ما وريته الكوش, فين جي دي بي سي ميتا ديتا, ده الميتا ديتا شفنا او ريزلت سيت, لا مش هو ريزلت سيت رو كاونت تقريبا, انا مش عارف مش حاطه في ال هنا. طيب رقم 5 ممكن يا دكتور 5 سمبل جي دي بي سي روست, تمام زي الفل. ادي يو ار ال احنا كاتبينه هنا يعني هارد كودد وهنشوف دلوقتي. احنا طبعا عملناه كتبناه في بروبرتيز فايل خلاص, ادي الكلام اهو.
هنعمل طبعا جو تراي وذ ريسورسز، وهي بقى عندي ريسورس واحده بس اللي هي جي دي بي سي رو ست، هو هيعمل لها كلوز وخلاص، سيت يور ال ست كل حاجه. وبعد كده هنا عملت سيلكت، كنا عاملينها الاي دي والفول فيرست نيم لاست نيم هاير ديت، تمام. بعد كده عملنا اكسكيوت وجيت بقى الداتا حسب الداتا تايب بتاعها، جيت سترينج سترينج وده سترينج وده ده كان ديت تمام، وده كان فلوت، ولو دبل جيت دبل اللي يريحك تمام. وخلاص جبنا الداتا بتاعتنا وطبعناها. ده هيبقى طريق يعني مبسطة شوية عن الطريقة العادية اللي هي بجيت الكونكشن وبشتغل عليها. ده هنا كان جايب كل الايه الانفورميشن بتاعت كل الامبلويز اللي موجودة عندي، وجوه الفور اتش او الوايل بقى مش الفور اتش، الايتريتور على الريزلت سيت بيبتدي يطبع الايه الفاليوز زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. هنا بنتكلم بقى عن حاجه احنا خلاص عارفينها اللي هي الداتا اكسس اوبجكتس. دكتور اتفضل. روست الجي دي جي دي بي سي روست بديل عن الطريقه الاولانيه اللي احنا اخذناها المره اللي فاتت بالظبط، واسهل افضل يعني. هو اسهل، ما هو الدنيا يعني على عينك يا تاجر، انت شايف الكود هنا بسيط وسهل جدا، ما فيهوش اي تعقيدات يعني، ولا ريزلت سيت فيها مشكله ولا اي حاجه، هي ريفرنس واحد بس بتتعامل معاه. انت هناك عندك اكتر من ريفرنس، عندك كونكشن وستيتمنت، وعندك كويري سترينج ده بيبقى سترينج فاريبل كده، وعندك ايه قلنا الستيتمنت، وبعد كده عندك ريزلت سيت وبتدي ايتريت. لا انت هنا عندك ريفرنس واحد بس اللي هو الجي دي بي سي روسل، وتبتدي تعمل كل شغلك عليه للاخر. السيت كوماند يا دكتور، سيت كوماند دي هل ممكن تبقى فاريبل؟ يعني انا ممكن اعملها متغيره بحيث ان انا ايه السيت كوماند ده؟ سيت كوماند اللي هي جي دي بي سي سيت كوماند اللي هي سيت كوماند. تمام، ممكن اخليها فاريبل. عادي جدا، تمام. هنشوف هنشوف هنعمل اكزامبل عليها، ممكن يعني نعمل نص الشغل بتاعنا بالطريقه العاديه ماشي، والنص التاني نعمله بالجي دي بي سي روست، تمام. طيب نكمل هنا. هنا الراجل بيكلمنا عن قصه الداتا اكسس اوبجكت واهميتها دلوقتي، ان انا ادي الداتا بيز ما هتعاملش بقى معاها ايه الا عن طريق الداتا اكسس اوبجكت، اللي هو هيبقى بيتنادى من البيزنس لوجيك لير، وده كان الشكل اللي احنا كلنا شغالين عليه، اعتقد اننا كلنا فاميليار معاه دلوقتي، ان انا عندي كلاينت جافا هو بيتعامل مع الداتا بيز عن طريق ريفرنس من الداو انترفيس، هو يعني هي مش دايركت كده، هو في بيزنس في النص بس خليها كده. وبعد كده بياخد بقى بينسشيت الاوبجكت ده، بيعمل اوبجكت من الداو عن طريق الفاكتوري وخلاص، وده احنا يعني اعتقد اننا شغالين بيه والدنيا تمام وما عندناش اي مشكله. ده كان الجزء بتاع المره اللي فاتت، وادي بقى شويه ايه نقط كويزس وحاجات يعني مش عايزين نضيع فيها وقت. طيب لغايه ما وصلنا كده ان شاء الله تكون الدنيا تمام، ده امل ماشي. نيجي بقى لايه نحاول نطبق اكتر. المره اللي فاتت نشوف احنا عملنا ايه، وفي حاجات انا قلبتها كده ايه علشان كان الوقت مش في صالحنا، احنا تقريبا عدينا الاربع ساعات بشويه، وعارف ان في ناس كانت مهنجه، بس كان لازم المثال ده علشان الناس تبتدي تشوف الكود وهو بيتكتب. يعني انت لما الكود بيتكتب قدامك كده بيبقى احساسك مختلف. طيب كنا المره اللي فاتت عملنا ميثود واحده بس اللي هي السيف، وقلنا insert into category table نفتح ال database معانا. طيب انا عندي سؤال قبل ما ابتدي في العملي، مين يا جماعة عمل import ال database بصدق واشتغل عليها، جرب عليها اي حاجة يرفع ايده كده؟ اشتغلت على ال database وعملت لها import. شادي تمام، الله ينور عليك. انا خلصت وبعت لك يا باشمهندس. الله ينور عليك يا ابو حميد. طب ده تمام. مين تاني؟ انا ما عملتش امبورت، انا انشات الجدول اللي هو بتاع اليوزر وما كملتش، ونزلت السوفت وير وكده يعني، وعملت كونكشن والكلام. طيب انا ممكن معلش دلوقتي
جي دي بي سي كان بيطلب ان احنا نعرفها له على البروجكت. طيب حلو. معلش معلش، انا عارف ان في ناس عندها شغل والدنيا، بس معلش احنا ايه على قد ما نقدر هنحاول نعمل اللي المفروض كنتوا عملتوه في البيت. فانا ايه سريعا كده هنعمل قصة الامبورت دي علشان الناس. انا بس هعمل ده، طبعا احنا مش شغالين دلوقتي. بسرعة كده هعمل موضوع الامبورت اسمه ايه ده، الدمب فايل، ونشوف الدنيا ايه اللي بيحصل. احنا المرة اللي فاتت عملنا الموضوع من الاول، النهارده برضو هنعمل الموضوع من الاول، بس ايه، بس مش هنروح احنا كاري تيبلز، لا احنا هنجيب من ايه من بعد كده. انا هعمل اليوزر وهجيب الدمب فايل اوتوماتيك كده، ايه خد الدمب فايل ده اعمل له انشورت عندك. فانا هعتبر ان انا معايا دمب فايل. انا طبعا مش عارف، اعتقد ان انا الدمب فايل بعته لك يبقى هيكون موجود معايا هنا. تمام. طيب ده الدمب فايل، هنخليه مثلا على الاي بره خالص كده بي او اس، ونشيل الاندرسكور دي عشان ايه ما توجعش دماغنا. فانا هعمل ايه، هنفتح الاس كيو ال بلس من على السي ام دي. من على السي ام دي. انتوا شايفين الشاشه كلها صح؟ طبعا انا عملت كنترول ودوست على الار، مش كنترول، الزرار بتاع الويندو مع ار هيفتح لي ران دي. ممكن يا اما تكتب سي ام دي يا اما تكتب اس كيو ال بلس على طول. لا انا بقى نعمل الامبورت من هنا. طيب اهدى على يا شتي. تمام، انا هلوجن باليوزر بالسيستم يوزر، وليكن مثلا انا عندي ده دي بي اي. طيب بعد كده انا هعمل، انت عندك بقى هتعمل كرييت يوزر، ماشي، هتسميه مثلا بي او اس، انا سميه بي او اس 2، وهتدي له الباسورد بتاعته ده زي ما عملنا المره اللي فاتت. بعد كده كرييتد، هتدي له بس بريفليج عشان يقدر يعمل ايه، يبقى سهل الحركة ليه. يعني دي حاجة يعني دي بإيه أكتر من إنها حد بيكود جوه يعني. فنعمل grant دي بإيه ده رول في الـ database to POS2، أنت بتخليه بس يبقى إيه راجل دي بإيه administrator يعني. بعد كده عايز تimport، فأنا عندي أمر اللي هو import IMP، وبتدي له اليوزر نيم بتاعك سلاش الباسورد، بعد كده الفايل ايكوال، وبتدي له البوث. فالبوث اللي عندي اللي هو عندي على الاي كولون سلاش بي او اس دوت دمب. تمام، وبعد كده فول ايكوال واي عشان امبورت السكيم على بعضها. وعشان احنا شغالين اكس اي فبنكتب هوست، فالمفروض ان هو يبتدي يعمل امبورت للداتابيز. فانا عندي الداتابيز ما شاء الله كبيره جدا، فيها 2 تيبلز وخلاص، هما كده امبورتد والدنيا تمام. ده كده بكل بساطه المفروض كنا هنعمل كده، عملنا كده خلاص مفيش ادنى مشكله. هتروح تعمل كونكشن عندك من سواء من جوه نيت بينز، لو انت عايز تريح دماغك اهو قلنا سيرفيسز، وهتختار داتابيز وتبتدي تعمل ايه الكونكشن زي ما شرحنا المره اللي فاتت. طيب دي حاجه. الطريقه الثانيه اللي احنا يعني ايه عشان نريح دماغنا وعشان هي ابسط، انت هتيجي عامل نيو كونكشن، هيظهر لك الداتابيز اللي هي زي ما هي، ما هتلاقي الداتابيز اللي عندك هي هي دي بالظبط. فاحنا كان عندنا تو تيبلز، تيبل اسمه كاتيجوري وده اشتغلنا عليه، وتيبل اسمه يوزرز، وكان اسمه يوزرز بي او اس، انا تقريبا غيرت اسمه ليوزرز بس. طيب ده التيبل اللي احنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت. نراجع الكود اللي احنا كتبناه، وبعد كده ايه نشوف الاضافات اللي احنا هنعملها بحيث ان يبقى عندنا حته الجي دي بي سي يعني ان شاء الله تبقى توب، يعني نفهم كل حاجه. طيب احنا كان عندنا تيبل بسيط جدا، نشوف البروبرتيز بتاعته. عندي
الاي دي اللي هو البرايمري كي، وعندنا نيم عربي ونيم انجلش، ودول والديسكريبشن، ودول الثلاثه دول سترينجز. بعد كده عندي بقى البيرنت كاتيجوري، وقلنا البيرنت كاتيجوري ده بقى المره اللي فاتت احنا قلبناها برضو ما قلناهاش كويس، ان هو سيلف جوينت ريليشن. يعني انا عندي كاتيجوري ليها كاتيجوري بيرنت من نفس التيبل، زي المثال اللي ممكن يكون واضح عندنا، ان انا عندي جدول الامبلوي بس في واحد منهم مانجر، فانا عندي امبلوي ليه مانجر بس المانجر ده بيبقى ريفرنس من نفس الجدول. يعني لو انا شايف كده الديتا، تعالى كده بص للديتا، انا عندي مثلا الكاتيجوري اللي اسمها موبايل دي ليها البيرنت كاتيجوري، يعني هي تابعه للصنف اللي فوقها اللي هو رقم واحد واحد اهو اللي هو اسمه كذا. فانا عندي عشان يبقى وانا بشتغل جوه الابلكيشن يبقى في لوجيك اكتر، يبقى عندي كاتيجوري جواها كاتيجوري جواها كاتيجوري. يعني ممكن يبقى عندي حاجه اسمها مثلا بورتابل ديفايسز، جواها كاتيجوري اسمها سيلفون وكاتيجوري اسمها لابتوب، وبعد كده تحط اصناف بقى، او ممكن توزع اكتر من كده لو عايز، فيبقى كاتيجوري جوه كاتيجوري وهكذا. طيب، وقلنا دي بنعبر عنها في الداتابيز بحاجه ريليشن كده او كونسترين اسمه الايه، الفورين كي. فورين كي وقلنا ده البرايمري كي، ده اللي هو بيبقى خاص بالجدول بتاعنا التيبل اللي انا جواه، وده بيكون اللي هو حاجه مش بتتكرر وما ينفعش تكون نال. يعني ما ينفعش احط حاجه مثلا عندي هنا البرايمري كي اللي هو الاي دي، ما ينفعش الاي دي لا يبقى موجود قبل كده، يعني ما ينفعش احط اي دي باتنين تاني لان في اتنين موجود وفي واحد موجود، وما ينفعش احط القيم بتاعته نال يعني فاضيه. دي من خصائص البرايمري كي. وكمان البرايمري كي يعني بيضاف عليه حاجه مهمه قوي اسمها الاندكس، وده الاندكس ده بقى الناس بتوع الداتا بيز ايه يعني يعرفوا ان هو بيسرع السيرش وانت بتعمل بحث جوه الداتا بيز. نيجي بقى اللي انا عايز اقوله اللي هو الفورين كي. والفورين كي ده بيكون كولوم او عمود عندي في الجدول هو عباره عن ريفرنس او برايمري كي موجود في جدول تاني، بس صدفه ان هنا دي الصدفه سبحان الله ان نفس الريفرنس تيبل التيبل اللي انا بجوين عليه او بربط بيه هو نفس الجدول، وقلنا ريليشن سيلف ريليشن بس خلاص. والريفرنس كولوم اللي هو الاي دي، يبقى البيرنت كاتيجوري لازم يكون رقم موجود في الايه، في الاي دي، ما ينفعش احط اي رقم هنا مش موجود هنا. يعني لو جيت مثلا تحط ده مثلا 40، المفروض الراجل يقول لك ايه، لا النمره غلط، ما ينفعش، يديك ايرور. ليه؟ لان هو ايه، في ريليشن ومديك ايرور مهم قوي، بيرنت كي نوت فاوند، البيرنت الرقم ده مش موجود كبيرنت. وحلو الايرور ده كويس، اللي هو انتجريتي كونسترين فايليتد، يعني انت عامل فيه كونسترين او قيد موجود ان لازم الارقام اللي موجوده هنا تكون موجوده كاي ديز، وده حاجه لوجيك قوي وخلاص. طيب، ده كده بالنسبه للتيبل ستراكشر. جينا احنا هنا عملنا الميثود بتاعتنا كالاتي، ادي انسرت ستيتمنت وعاملينه بريبيرد يعني بارامترز اهي، عاملينه كبريبيرد ستيتمنت، وقلنا تراي حطينا الكاتش والستيتمنت بتاعنا وما فيش ريزلت سيت علشان احنا بنعمل هنعمل اكسكيوت ابديت. عملنا بقى سيت للاي دي والنيم والكلام ده وتمام التمام، وعملنا بعد كده ايه الحته دي بقى هي اللي كانت المره اللي فاتت قلبناها. نرجع تاني بقى بالذاكره لورا كده، الكود ده ما كانش موجود. طيب اللي كان موجود ده، كنا بنعمل ست للكاتيجوري ده بخمسه بالفاضي ماشي، لما حاولنا نعمله كاتيجوري فاضيه ادى ايرور. طيب معلش هكمل السطرين دول ونرجع نشوف احنا بدنا دي منين. عملنا ست وست لكل حاجه، وبعد كده عملنا اكسكيوت ابديت وخلاص. طيب بننادي على الكود ده منين؟ بننادي عليه من اليو اي. كنا عاملين هنا تيست ميثود، بنحط بقى ايه، حطينا كل الداتا بتاعتنا، عملنا نيو كاتيجوري تمام، ادي ادينا له كود مثلا اهو، واي دي ونيم عربي ونيم انجلش وديسكريبشن،
وجينا لغايه الكاتيجوري دي لما حطيناها فاضيه ادى ايرور. تمام، هيقول لك ان انا عندي مشكله في نال. ليه بقى يا شباب؟ انا دلوقتي المره اللي فاتت احنا عشان نريح دماغنا حطيت انا هنا رقم، قلت خلي الكاتيجوري بواحد وخلاص عشان ما يديش ايرور. طيب الحته دي مهمه قوي ومش موجوده في السلايدز. احنا لما بنيجي نعمل سيت للبارامترز دي، البارامترز دي انت غصب عنك حاططها هنا بايه؟ بعلامات استفهام، فلازم تدي لها قيمه. طب لو انت جيت الكاتيجوري دي تقول انا ما عنديش كاتيجوري، ده ملوش بيرنت، واعمل لها ايه؟ كومنت وخلاص. يبقى لما يجي انسرت، يا عم خلاص ما عنديش كاتيجوري، هيقول لك ميسنج انبوت اوتبوت بارامتر، في بارامتر مش مظبوط، ميسنج انبوت اور اوتبوت بارامتر، انت عايز اكسكيوت وعندي في كويستشن مارك موجوده. طيب الصح ايه بقى؟ الصح ان انت لو ما فيش بيرنت كاتيجوري خلاص ما تحطش بيرنت، بس لما تيجي بقى تعمل اكسكيوت تعمل ايه؟ تشوف والله لو كانت البيرنت كاتيجوري دي فاضيه، وده احنا هنعمله على كل حاجه. يعني حتى المره اللي فاتت برضو كنت عشان اريح دماغي في النيم والحاجات دي كنا بنحطها بوايت سبيس لو تفتكروا. لا ما ينفعش كده، لازم دايما تقول ايه؟ تقول والله لو الحاجه دي ما بيساويش نل اعمل ست، اعمل لها ست بالقيمه بتاعتها لو هي مش نل. طب ولو نل يبقى else. هتيجي ماسك الستيتمنت تمام ومش هتعمل ست لانتجر ولا ست لاي حاجه، هتعمل ست نل، تدي له الاندكس وتقول له التايب في الداتابيز ايه. يعني انت هتسيت نل، بس نل ده هتعمله سيت في ايه؟ خلاص احنا عندنا الداتا تايب، الداتا تايبس بتاعتنا جافا دوت اس كيو ال دوت تايبس داتابيز تايبس، وهتقول له التايب بتاعي مثلا كان هنا ده انتجر، او خلاص قول له نمبر او نيوميريك. يبقى انت هنا دايما بقى هنعمل الكلام ده دايما، لما تيجي تعمل سيت لاي قيمه القيمه دي احتمال تبقى نل. يعني ايه احتمال تبقى نل؟ يعني وانا بعمل اصلا ايتم او بعمل كاتيجوري ممكن انا اكون عامل في اليو اي اخليه يحط يا اسم عربي او انجليزي، يا ده ممكن ما يختارش الكاتيجوري. فالحاجات اللي ليها احتمالات لازم تعمل عليها كده يعني، بس الكود ده لازم يدخله كده كده. اليو اي مش هيسمح، اليو اي لما انت تيجي تعمل سيف هيوقفك، لكن في حاجات انت ممكن تكون سامح بيها زي مثلا الديسكريبشن. فهنعمل نفس الكلام، لا والله لو الديسكريبشن، وليه مش حاطين بقى يعني ليه انا شلت قصه ان انا احط وايت سبيس؟ لان انت لما هتيجي تعمل اوبجكت ده في الميموري، معلش انا هفكركم احنا كنا عملنا ايه موضوع الوايت سبيس ده. احنا كنا لما كان عمل مشكله المره اللي فاتت جينا حطينا قيم ديفولت هنا، قلنا هو بيعمل الكاتيجوري يدي الكود خلاص ده تمام، وقلنا ده نخليه يحط بايت سبيس او سترينج فاضي، وده سترينج فاضي. طب ما ده معناها ان هو حجز مكان في الميموري خلاص. طب وانا ليه اخلي الميموري بتاعتي الاوبجكت اللي هو بتاع الكاتيجوري ده لما يتعمل له كرييشن عندي تمام ما يكونش فيه الحاجات اللي ملهاش قيمه فعلا، لكن ما يروحش يحجز عندي ثلاثه سترينج ويحجز حاجات ملهاش لازمه. يبقى احنا دايما هنعمل ايه من جوه الكود، وانا قبل ما اعمل سيف هقول له لو كانت الديسكريبشن ما بيساويش نول على طول، لو ما بيساويش نول اعمل له سيت بالطريقه العاديه دي، ولو ما كانش ولو كان بيساوي نول هتعمل سيت نول وهتدي له الاندكس بتاعه. هو هنا الاندكس مثلا عندنا 4، وبعد كده هتدي له ايه الداتا تايب بتاعه ككولوم في الداتابيز جافا دوت اس كيو ال دوت تايبس. طب ممكن نعمل لها انكلود ونريح دماغنا ونبقى نكتب التايب على طول، وده كان تايب ايه فاريبل كاركتر. بس ده كده تصحيح او الصح بتاع الشغل اللي احنا ايه المره اللي فاتت ايه كروتناه او عملنا ايه مش مظبوط قوي. طيب فبعد ما عملنا الكلام ده قلنا بقى احنا هنيجي بقى في اليو اي لير اللي احنا اللي هي عندنا دلوقتي عباره عن مين كلاس. هتيجي عامل مين، وقلنا هنعمل ريفرنس من الانترفيس بتاع البيزنس، يبقى اليو اي
هتكلم البيزنس، والبيزنس هتتعامل مع الداتا لير. فعملنا الريفرنس بتاع البيزنس اهو، وقلنا يساوي نيو. طبعا قلنا ان القصه ان انت تعمل اوبجكت ده على طول ده حاجه مش يعني مش اكسبتبل، تمام. بعد ما هتعمل البيزنس، هو ده اصلا الريفرنس، او ده كاتيجوري كمان، احنا عاملين ريفرنس من الكاتيجوري ومن الوير هاوس. طيب احنا عملنا ريفرنس اهو، وبعد كده هتيجي عامل النيو اوبجكت بتاعك، ابتدي بقى ايه، اعمل الاوبجكت زي ما انت عايز واديله اي اسم. وهتبتدي تنادي البيزنس، تنادي الميثود بتاعت البيزنس وتقول له سيف، سيف الاوبجكت ده. المفروض ان شاء الله بنهايه السيشن بتاعت المره دي نقدر نعمل صفحه، ده لو نفسكم طويل معايا، نقدر نعمل صفحه ناخد منها القيم دي على طول، ويبقى في زرار تدوس عليه ياخد القيم دي ويجي يعمل هو ران ويسيف الداتا دي فين؟ في الداتا بيز على طول. فلما هنعمل ران هلاقي الداتا اتضافت والكاتيجوري بنال وما حصلش اي مشكله، ولو الديسكريبشن وال النيم انجلش نل، احنا مش عارف حاطين له قيمه، تقريبا حاطين له قيمه مش عارف طلع بنل ليه. نرجع كده تاني، انا عامل نيم ده الاثنين نيم عربي ما شاء الله، فهو خد الاسم التاني المفروض ده انجلش، فكده المفروض دي تعمل له ست مظبوط كعربي وك انجلش. ده كده ببساطه الشغل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، ده جايب الاسم العربي والانجلش. ده كده يعني اللي احنا عملناه المره اللي فاتت وراجعنا. هل في اي حاجه واضحه بقى قبل ما نكمل؟ هل في اي حاجه مش واضحه؟ عايزين يا دكتور بس نراجع على الكود ده تاني كده من الاول. الكود ده تاني. طب ما ليه نراجع، ما نكتب كود تاني، يا ريت. رايك؟ طيب انا بس هعمل تعديل بقى قبل ما اراجع الكود. احنا دايما بنعمل كود يعني ايه بورتابل، يعني لازم الكود بتاعك يبقى ينفع يتحط في مكان الناس تشتغل بيه. احنا كان عندنا في حاجه هنا معموله يعني دكتور، عفوا يا دكتور، اتفضل يا فندم. سؤال سؤال، الله يخليك. لو انا قلت له في الاف الس، لو هو نط نال خلاص اوكي، لو هو مش نط نال خليه بنال، او اديله الداتا طيب بتاعته يعني. هل ده ما يعملش فيوليشن للديزاين بتاع الجدول في الداتا بيز، لو كان ان هو انا مش سامح انه يبقى نال مثلا؟ لا، ما هو انت لو مش سامح ان هو نل هيرمي عندي اكسبشن، والاكسبشن هنا انت بتتعامل معاك. وبعدين احنا المفروض في وحده، انت فاهمني يعني ايه؟ يعني الراجل اللي بيعمل الداتا بيز مش معزول عن اللي بيعمل يو اي، فهيقول له والله لو سمحت خلي لي ده عندك ريكوايرد، فاهمني؟ ايوه، في عن طريق بالظبط. وده يا جماعه عن طريق الدوكيومنتيشن. يعني بمناسبه الدوكيومنتيشن، احنا ما عملناش موضوع الدوكيومنتيشن ده. انت لو عملت رايت كليك على البروجكت في حاجه اسمها جنريت جافا دوكيمنت، ده ما شفناهاش مع بعض. هو في وفي امر بيعمل الكلام ده، احنا قلنا في نوع انواع معينه من الكومنتس اللي هي بتظهر في الايه، في الجافا دوكيمنت اللي هو بيبقى جنريتد. يعني شوف هو هنا عمل ايه، يعني لو عليه كده. طيب ده شكل الدوكيومنتيشن اللي عمل لها جنريشن جافا فيرتشوال ماشين، مديك شكل الابلكيشن بتاعك اهو. ده شكل الكلاسز، وهنا الباكجز. هتمسك الباكج مثلا اللي هي دي، هيجيب لك الايه الانترفيس وجواها كلاس، تمسك الكلاس هيجيب لك الايه الشكل السيجنتشر بتاع الميثودز ماشي. ولو في ديسكريبشن موجود كسترينج بيظهر لك هنا، اللي هو بيبقى سلاش دبل استريكس. فده برضو بمناسبه الدوكيومنتيشن، معلش يعني هي جت ايه، جاء وقتها دلوقتي. طيب فده في الغالب انت يعني ايه لما بتسلم ابلكيشن، لو اللي هيشتري منك ده حد تكنيكال بيقول لك انا عايز ايه جافا دوك كده سريع، فانت رايت كليك على الابلكيشن وكل الاي دي ايز اللي موجوده بتسبورت ده، يعني مش النت بينز بس. ليه؟ لان هو امر جافا دوك، زي جافا كومبايل، يعني هو امر في الايه، في الجافا فيرتشوال ماشين. طيب نرجع تاني
كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول موضوع ان احنا عملنا فيوليشن الحاجه في الداتابيز، لا هو ده اصلا مش هيحصل، ولو حصل ان انت عملت انسرت الحاجه نال فهيرمي لك اكسبشن هنا وانت تتعامل معاه. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه موضوع البورتابيليتي بقى، قبل ما نرجع للكود زي ما شادي طلب، احنا عايزين احنا جوه الابلكيشن بتاعنا بتروح تعمل ايه؟ عامل ريفرنسز ملهاش علاقه اصلا بالكلاس دي اللي هي اليوزر نيم والباسورد واليو ار ال، ملهاش علاقه، والكود ده ملوش اي علاقه، يعني الجزء ده كده من الكود ملوش اي دعوه. ليه؟ ده انت اصلا هتضطر كده كوبي بيست في كل الداو امبلمنتيشن. طب يبقى الصح ايه؟ يبقى الصح ان انت تاخد الكود ده وتركنه في مكان يوتيليتي، طالما الناس هتستخدمه يبقى يتحط في يوتيليتي كلاس والناس تعمل له كولينج على طول. طيب احنا كان عندنا في كونستنس كنا حاطينها في اليوتيل هنا، ممكن يا اما تحط هنا الداتابيز فاكتوري ده، عايز تحطه هنا ماشي، عايز تحطه مع الانترفيس بتاع الداو، داو انترفيس انا مش عارف انا كنت عامله هنا ولا لا يا شباب، احنا كنا عاملين البيزنس بس ولا ايه؟ انا كنت طالب منكم التاني ماشي ايه؟ طيب طيب اوكي ماشي، يبقى انا هعمل باكج هسميها com.pos.dao على الداو كلها ماشي. ممكن نعمل بقى يوتيل حاجه خاصه، يوتيليتي خاصه بالداتا بيز بس تمام، وفي ساعتها بقى هنعمل هنا نيو جافا كلاس هنسميها مثلا ايه؟ كونكشن فاكتوري. ايه راحت فين؟ ناخد الكود ده كات الميثود دي، احنا هنقول كونكشن فاكتوري، انت عايز كونكشن خلاص يبقى انت هتعمل ميثود بترجع لك كونكشن على طول بابليك، وطبعا مش عايز نعمل منها اوبجكتس يبقى بابليك ستاتيك على طول بقى، وهترجع لك كونكشن وهنسميها مثلا ايه؟ كرييت كونكشن. نعمل امبورت at java sql connection بعد كده، وهو بيعمل لودنج زي ما قلنا بقى المره اللي فاتت، وهو بيعمل لودنج للكلاس اللي هي الفاكتوري دي في الميموري هيروح يجيب الحاجات دي مره واحده، وبالمره بقى نيجي واخدين الجي دي بي سي ده، الجي دي بي سي ده مش مكانه هنا بقى، طالما ليه علاقه بالداتابيز يبقى يتفضل معانا كده يروح على اليوتيليتي. هي راحت فين؟ حد يشاور لي بقى. تحتها على طول. تحتها على طول. الله عليك. تمام. طيب. وفي ساعتها هناخد الباث ده نظبطه بقى هنا. كيو ار ال. يبقى انت بقى عندك في فاكتوري بيرجع لك كونكشن. الفاكتوري ده بيقرا هو بقى قصه الايه، بيقرا الكونكشن ديتيلز بقى، وملوش لازمه انها تبقى مش برايفت تمام. والكود بتاعي في الداو مش هيعمل كونكشن عشان كده هو ضارب هنا، لا هو هيجي له كونكشن، الكونكشن هيجيبها منين؟ هياخد السطر ده ونروح بيه هناك. هنا هيعمل ايه؟ هيروح منادي على الكونكشن، الميثود بتاعتنا الكونكشن فاكتوري دوت كرييت كونكشن. يبقى احنا هنا
كونكشن فاكتوري دوت كرييت كونكشن اوتوماتيك هترجع لك كونكشن وخلاص. يبقى هنا ممكن نقول ريتيرن درايفر مانجر والفاريبلز دي ايه ان اكسبكتد. طبعا هنا ايه لازم نعمل ممكن نعمل ثرو بقى لا سوري نعمل ثرو لاكسبشن وهو هنا كده كده بايه بي هاندل الاكسبشن. الدنيا الحته دي واضحه يا شباب. عملنا فاكتوري حطينا فيه الكود اللي ليه علاقه بالكونكشن وبس. وعملنا ميثود اي حد عايز بقى في اي مكان في الابلكيشن عايز كونكشن خلاص بقى مش هيعمل بقى درايفر مانجر جيت ويقرا اليو ار ال واليوزر نيم والباسورد وتقعد داتابيز. لا هو على طول جوه التراي وذ ريسورس هيقول كونكشن ويكتب الريفرنس كونكشن فاكتوري الميثود الكلاس بتاعتنا دوت كرييت كونكشن وخلاص كده الدنيا معاها هتكون تمام ان شاء الله. ده كده اول تعديل احنا عملناه. طيب نيجي ليه بعد كده احنا عايزين واحنا ليه كاتبين تراي قبليها ليه كاتبين تراي هنا طيب ليه؟ علشان الكونكشن والبريبيرد ستيتمنت الحاجات دي كلها ريسورسز بره البرنامج تتعامل مع ريسورسز يبقى تراي وكاتش تمام. والحاجه المهمه كمان ان انا عندي اصلا لما جيت اعمل كرييت كونكشن هو قفشني قال لك ده الدرايفر مانجر ده كرييت جيت كونكشن ده في احتمال واخد بالك ان هو يرمي اس كيو ال اكسبشن فلازم يا اما تسراوند وتراي وكاتش يا اما تعمل هاندل للاكسبشن يا تعمل ديكلير الاكسبشن. فاحنا عملنا ديكلير الاكسبشن قلنا الميثود دي بترمي اكسبشن من نوع اس كيو ال تمام. طيب في حاجه تانية بقى لما جينا المره اللي فاتت واحنا شغالين برضو عديناها اللي هي ايه قلنا الميثود بتاعه سيف دي المفروض بترجع لي انتجر. الانتجر ده هو الاي دي بتاع الريكورد اللي اتضاف يعني 23 24 وهكذا. ليه؟ علشان لو انا عندي جدول في الداتا في اليو اي لو فرضنا ان دي الصفحه بتاعتنا وانا هعمل اد فهيجيب لي ده طبعا ده ما بيظهرش عندي في الصفحه فانا هعمل داتا هقول والله انا عندي في كاتيجوري اسمها مثلا كاتيجوري 1 وهكذا وهبتدي اعمل سيف. طيب الاي دي ده لازم يجيني علشان لو هو وهو انا واقف على نفس البيج تمام ابتدى يعدل. طب لو ابتدى يعدل وهي اصلا مش متخزنه هيعمل ايه؟ هتعمل يعني مش متخزنه انا مش قصدي كده. لو انا معيش الاي دي ده تخيل معايا كده انا على الوضع ده دي صفحه قدامي في الابلكيشن عملت سيف ف في نل فين انتو باركود. طيب خد يا عم باركود ولا يهمك. طيب انا من اليو اي عملت كده بس دي مش معايا دلوقتي الاي دي ده ما جاليش خالص. فافرض وانا واقف برضو كده جيت معدل قلت النيم كيكي مثلا لو جيت اعمل سيف طب ما هو السيف التانية دي مش سيف بقى ده ابديت لازم تبقى ابديت. يروح الداتابيز يقول له ابديت التيبل اللي هو اسمه كاتيجوري ست وست ده وست ده وست ده وير الاي دي يساوي كام بقى معيش الاي دي انا كده معيش الاي دي يبقى لازم السيف يرجع لي الاي دي. احنا المره اللي فاتت كنا بنرجع اي حاجه علشان ارجع الاي دي في طريقه بتيجي على الريزلت ست ماشي وبتبتدي تعمل بقى ايه بتجيت الجنريتد اي ديز بس دي يعني ايه زي ما تقولوا كده اوراكل يعني مقموصه منها يعني مش حباها. لا انت عايز تتعامل بقى وتعمل اتنين ترانزاكشن في نفس الوقت او اتنين ستيتمنت عايز تعمل انسرت وبعد كده تجيت الاي دي لا اعمل بقى ستورد بروسيجر. الداتابيز الثانيه اللي ماي اس كيو الحاجات اللي هي التعبانه دي هي مش تعبانه برضه ولا حاجه الداتابيز الثانيه المانجمنت سيستم الثانيه بتسبورت ان انت بعد ما تعمل انسرت تجيب ريزلت ست لو انا ممكن استخدم اكسكيوت او تجيت من الستمنت ده حاجه اسمها الجنريتد كيز. الجنريتد كيز هتقدر تجيب منه الاي دي ده. طيب البديل هنا احنا بما اننا شغالين اوراكل ان انا نعمل ايه؟ نعمل ستورد بروسيجر
ونحط فيه الايه الستيتمنت ده والستورد بروسيجر يرجع لنا الاي دي. طيب تعالوا بقى نخلي الكود ده نحوله لستورد بروسيجر. اي سؤال قبل ما ننطلق في الحته دي؟ طيب هنعمل احنا لسه الحين هنعمل حاجه مديني ايرور. ما علينا ديليت او دروب ده اد كاتيجوري بالسرعه دي. طيب اد كاتيجوري بصوا يا شباب هو انا مش عارف كتبت الكلام ده امتى ولا ده ايه. طيب ما علينا ففي عندي هعمل ستورد بروسيجر هسميه اد كاتيجوري بيبقى ليه بدايه واند كاتيجوري هو كرييت اور ريبليس علشان لو خدت داتابيز او علشان لما بتعدل هو بيعمل ريبليس. ما علينا دي حاجه داتابيز قوي. بتاخد بقى تاخد عندي كام بارامتر؟ نعد البارامترز اللي عندنا ونزود عليها البارامتر اللي هو الاوتبوت. فانا عندي هنا البارامتر 1 2 3 4 5 6 7 يبقى هنكتب 8 بارامترز. ناخد البارامترز اللي عندنا ممكن ناخد هنا على طول من اسماء التيبلز ونريح دماغنا. يبقى البارامترز اللي عندنا بس انا عايز ايه نشوف طريقه الكتابه بتاعه البارامترز. بصوا يا شباب انا هكتب البارامتر الاولاني بس يعني ايه نغير يعني نحاول يعني نخلي الكولومز مثلا كابيتال والبارامترز دي سمول برضه عشان وانت بتكتب الكود هنا يكون الموضوع فارق شويه. طيب نكتب بي اندرسكور يا دكتور كايدنتيفاير بي اندرسكور يعني بارامتر بي ماشي اوكي انت بقى يعني ايه نكتبها حاجه داتابيز بيور يعني ماشي. يبقى نكتب انت ماشي يبقى كابيتال وسمول مش فارقه ماشي اوكي. يبقى بي اندرسكور اي دي وهنزود بس ك ايدنتيفاير كده زي ما الباشمهندس احمد بيقول على كل البارامترز اللي موجوده عندنا. طيب يبقى دي كده البارامترز الخاصه بالبروسيجر بس جنبها بنكتب الداتا تايب. بس الداتا تايب انت المفروض مثلا الاي دي عندك في التيبل نمبر فانت عشان ما تقعدش تكتب الداتا تايبس هنا بتكتب ايه؟ بتكتب اسم التيبل وبعد كده اسم الكولوم بعد كده برسنتج تايب فده كده كانك كتبت له التايب. يعني انا لما اكتب هنا مثلا انا هاخد بس كوبي ده هقول ال بي اي دي ده هو عباره عن الكاتيجوري دوت اي دي برسنتج تايب كاني كتبت الداتا تايب بتاعته. تمام ده كده البارامتر الاولاني. هنحط بقى في الاخر كوما ونبتدي بقى ايه الكلام ده نكرره مع كل البارامترز اللي موجودة عندنا. نعمل ايه بيست كده ليهم كلهم وبعد كده نكتب ايه من غير هنا من غير الكوما ناخد السبيسات بتاعتنا. وطبعا مش لطيف ان انت تقعد تتفرج على حد بيكتب كود يعني انت لو شفت الكود مرة واحدة بس يعني ممكن نقول ان انت ممكن لو كده بتتعلم بتشوف التفاصيل اكتر يعني. طيب هنا هناخد ال النيم بس من غير البي اندرسكور وهناخد النيم اي ان وهنا الديسكريبشن وهنا البيرنت كاتيجوري ديسكاونت والبرينتر ادرس ودي بتاعت شادي بس ما حدش اشتغل عليها غيره. ويبقى كده ظبطنا الايه البارامترز بتاعت الستورد بروسيجر.
المفروض بس هياخد الكود بتاعنا بتاع الانسرت. المفروض نكتب جنب البارامتر هو ان ولا اوت. هو الديفولت كده ان اوت، يعني كده هو بيعمل الاثنين. بس عشان تبقى واضحه نفس المكان ده كده تكتب اوت والباقي كله ان. بالظبط. انا هكتب هنا اوت ان علشان بس تبقى واضحه لان هو الديفولت زي ما احمد بيقول ان اوت، فينفع تقرا منه او ريتيرن لي عادي جدا. بعد كده بيجن خلاص ده كده هكتب هنا البادي بتاع الستورج بروسيجر. فانا هكتب الستيتمنت بتاعي اللي هو الانسرت، بس بقى نشيل منه الحاجات اللي هي السترينج كونكاتينيشن بتاعه الجافا دي. طيب يبقى انسرت باركود نيم وكده تمام. ونزود بقى على الستيتمنت values وناخد ال values هتبقى هي دي كده زي ما هي اللي هي البارامترز اللي معانا، بس مزودين عليها ايه underscore p في الاول او p underscore. اتمنى ان الناس تكون متابعة بدل ما كنا بنعمل prepared statement ونحط question mark اللي هي مكان parameter، هنا هنعمل ايه القيم على طول. طيب بعد كده بنزود حاجة تانية اللي هي returning بقى. بقول ان الستيتمنت ده بيرجع الاي دي بس طبعا من غير البي ده وخلاص. يبقى الستيتمنت بتاعي او الستورد نفسه الستورد بروسيجر هيرجع لي، ممكن نكتب اسم، هيعمل انسرت ويرجع البارامتر اللي عندي اللي هو الكاتيجوري اي دي اللي هو اوتو جنريتد. في عندي هنا ايرور ميسنج انتو، طبعا انسرت انتو ازاي انتو انتو بعد الحاجات انسرت وبعدين انتو وبعد كده الفاليوز الثانية انسرت انتو. لا ده اللي انت بتقوله ده لو سيلكت انتو، لو انا عايز اعمل سيلكت في بارامترز اعمل لها ريتيرن معايا. لكن هو الانسرت ستيتمنت هو انسرت انتو ودي البارامتر عادي. بس كده اشوف، بس اكيد ناسيين حاجه بسيطه كده. هو اعتقد اللي هو الريتيرنينج ده هو اللي فيه مشكله. انا هبص كده عندي على كود، معلش بقى بالمره كده عشان ما نقعدش بقى انتوا وانتوا كده كده ايه. طيب في تريجر والسيكونس ماشي، هقولهم دلوقتي ان شاء الله. انسرت returning id into، هي into يا شادي صح بس في الاخر خالص. طيب نرجع تاني للكود بتاعنا. يبقى returning ال id ده هيرجعه في البارامتر اللي هو اسمه ده. طيب يبقى تاني الستيتمنت ده insert الكولومز بتاعتي عادي، الستيتمنت عادي جدا والفاليوز عادي جدا. انا بس عايز اقول له ايه في الاخر، في بارامتر عندي اسمه بي اي دي عايز اعمل له ريتيرن زي ما بنعمل في الجافا كود كده ريتيرن. فالريتيرن ده بكتب ريتيرنينج وبكتب اسم الكولوم اللي انا عايز اعمل له ريتيرن وبقول له بس الريتيرن ده فيه البارامتر ده، وكده كده البارامتر ده انا هستقبله هناك از ايه از اوتبوت بارامتر من الستورد بروسيجر. طيب كان في هنا معلش بقى هنروح برده بعيد السنه موضوع التريجر والسيكونس محمد طالبهم. طيب بص يا باشمهندس محمد، انا عندي الاي دي ده
عايزه يبقى generated، مش عايز بقى انا كل مرة اشوف الـ ID اللي موجود كام وازود عليه واحد والقصة دي. فالـ Oracle او الـ Database Management System بصفة عامة موفرة حاجة اسمها Sequence. Sequence ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن Counter، عداد. العداد ده بيعد ببداية ونهاية، يعني ليه بداية وليه نهاية وليه ستيب. يعني تعال اشوف مثلا، لا ده داتابيز تاني خالص، اقفل دي ونروح للداتابيز بتاعي. طيب عندك هنا السيكونسز، احنا عملنا سيكونس واحد المره اللي فاتت اهو، كاتيجوري سيكونس. السيكونس ده بص كده، دي بقى ستاتستكس، هو اتعمل يوم 20 واخر مره اتعدل فيه كان يوم 20 برضو، وبعد كده الاونر بتاعه مين والسيكونس نيم اسمه اللي انا اقدر امديه بيه. يهمني بقى بدايته من واحد لغايه يوم القيامه تقريبا، يعني الرقم ده كبير جدا جدا. يبقى المفروض ان هو السيكونس ده يقدر يعد 1 2 3 لغايه ما توصل للرقم ده. بعد كده انكريمنتد باي السيكونس ده، لما اضيف رو انا هقول له جيت نيكست فاليو، هقول للسيكونس باسمه كده دوت نيكست فاليو، هيجي واخد القيمه دي اللي هو المينيمم زائد الانكريمنت يبقى 2، وبعد كده النكست 3 وهكذا. كل ما اضيف رو او كل ما اعمل نكست فاليو ليه هيزود عليه القيمه دي وخلاص. طيب تعالى نشوف احنا بنستخدمه ازاي بقى. بنستخدمه عن طريق حاجه اسمها تريجر. التريجر دي بقى بص هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن شويه كود قدامك اهو موجودين جوه الداتابيز مانجمنت سيستم، ليها اسم بتتنادى امتى، يعني هي بتحصل لها كولينج اوتوماتيك. مين اللي بيناديها؟ الداتابيز مانجمنت سيستم. امتى؟ بيفور انسرت اون كاتيجوري، قبل ما اعمل اضيف اي داتا في الكاتيجوري تيبل. تمام، فور ايتش رو، ده بقى السنتكس بتاعها لغايه ما البيجن ده بقى نبتدي نشوف عملنا ايه جوه الايه التريجر. يبقى التريجر هو كود بي ال موجود على الداتابيز مانجمنت سيستم بينادي الداتابيز مانجمنت سيستم. امتى؟ انت اللي بتحدد بقى. تمام، طيب اسمها ايه دي التريجر دي انا ما عملتلهاش جنريشن، ده هي جنريتد اوتوماتيك. عايز تعمل نيو تريجر، بتحدد الحاجات اللي انت شايفها قدامك بقى اهو، بتختار التيبل، بتختار لها اسم، وتختار البيس هي تشتغل على تيبل ولا فيو ولا سكيما ولا وات ايفر. طيب اخترنا تيبل، هيجيب لك التيبلز، هيجيب لك السكيماز اللي موجود عندك، اللي اليوزر اللي انت داخل بيه. انا داخل بالبي او اس، فالبي او اس ده داتابيز ادمنستريتور، فليه اكسس ان هو يدخل على اي سكيما موجوده، دي برده مش موضوعنا. يهمني الاوبجكت اللي انا هشتغل عليه، هو هيشتغل على تيبل اسمه ايه. فانت اخترت من هنا السكيما، فانا عندي كذا سكيما، اخترنا السكيما اللي هي البي او اس، في بي او اس 2 لسه عاملينها من شويه. بعد كده هختار الجدول، جدول ايه او تيبل ايه او الاوبجكت اللي انا هشتغل عليه ايه في السكيما دي، هختار مثلا يوزرز. طيب بعد كده يقول لك تايمينج بقى، بيفور ولا افتر، اختار مثلا بيفور، انسرت ولا ابديت ولا ديليت، تعد تختار اللي انت عايزه وترمي بقى كشاتل كده. انت ممكن بيفور انسرت وابديت وديليت، اختار اللي انت عايزه. هيشتغل على كولومز ايه، اختار الكولومز اللي انت جوه هتبتدي تشتغل عليها ككود. تمام، فساعتها هيجيب لك ايه، يكتب الكود اللي هو جنريتد اوتوماتيك، كرييت اور ريبليس التريجر اللي اسمها كذا، بيفور انسرت اور ابديت اور ديليت. وممكن انت هنا جوه الكود بقى ده البادي، تمام، جوه البادي ممكن تقول ايه، لو انسرتنج تقدر تعرف انت بتعمل انسرت ولا ابديت ولا ديليت. فاهمني؟ كانك بتعمل بارس ولا كاستنج للكولينج، انت الكولينج ده كان بيعمل ايه. فالسيكونس التريجر دي حصلها جنريشن اوتوماتيك، جواها بتعمل ايه، والكود ده احنا ما كتبناهوش برضو، الاس كيو ال ديفلوبر هو اللي عمله. عمل ايه؟ اف انسرتنج والنيو اي دي بنال،
النيو ريكورد اللي انا بعمله انسرت الاي دي فيه بنل، انا بعمل انسرت الكاتيجوري والاي دي بنل تمام، والاي دي از نل، اعمل ايه سيلكت كاتيجوري سيكونس، السيكونس بتاعنا نيكست فاليو، هات النيكست فاليو اللي هو كان وصل ل 22 يبقى هيجيب ايه، يبقى ده 23، هيستعمل لها سيلكت فين، في النيو اي دي تمام. يبقى هو التريجر دي جاي لها ثانيه واحده، التريجر دي اعتبر ان هي جاي لها الانبوت بتاعها ريكورد كده، لي اي دي ولي نيم فيرست سوري انجلش، ويعني كل حاجه. فهو بيعمل ايه؟ جاي له بيتشيك هنا على الاي دي، الريكورد ده كله جاي لي في ريفرنس، انا هتكلم بلغه الجافا بقى، الريفرنس ده اسمه نيو، فبيتعامل جوه التريجر على ان انا في عندي ريفرنس اسمه نيو، فبيقول لو انسرتنج ده اول شرط، الثاني نيو دوت اي دي نل، اعمل ايه سيلكت من السيكونس اللي هو اسمه كاتيجوري سيكونس، هات النيكست فاليو وشيل بقى النل دي، يبقى سيلكت النيكست فاليو انتو، يبقى حط هنا الرقم اللي انت جبته من السيكونس، وده كان في داتا ما عدلش غير ده، وبعد كده الكلام ده اتنادى امتى؟ بيفور انسرت، فلما يروح يعمل انسرت هيكون معاه رقم الايه، هيكون معاه الاي دي خلاص. يبقى انت ببساطه قدرت تتحكم في ان انت تعمل جنريشن اوتوماتيك. طيب الكود ده كتب ازاي اوتوماتيك؟ احنا جينا على التيبل وقلنا والله ده برايمري كي، وفي تحت اوبشن اهي ايدنتيتي كولوم، انت عايز ده ايدنتيتي تمام، اول نيكست سوري التايب الكولوم سيكونس، انت عايز الفاليو بتاعته تيجي من سيكونس خلاص، هو هيعمل لك سيكونس، وعمل وهيعمل تريجر اسمها يوزرز تريجر، اعمل اوكي هيعمل ايه ضاف لك، طبعا التريجر دي احنا كنا بنتست هشيلها دروب تريجر. طيب هو عمل ايه؟ اوتوماتيك عمل اليوزر تريجر وكتب كود شبه جدا اللي احنا شفناه، وكمان عمل سيكونس اسمه يوزر سيكونس. بس فده بسرعه كده قصه التريجرز والسيكونسز. عندك سؤال تاني يا باشمهندس؟ ربنا يكرمك. طيب نكمل، احنا كنا عملنا ايه؟ كنا عملنا الستورد بروسيجر، ده وهنعمل له كولينج وخلاص على جنب كده. طيب احنا كده كده معانا ايه الكود موجود، هنعمل reference بدل prepared statement يبقى callable statement، وهنسميه statement زي ما هو، وبعد كده هنعمل ايه connection dot prepare call، بتاخد ما بين قوسين كده call، وبكتب اسم الـ stored procedure، نديلي على الـ stored procedure ده، الـ stored procedure ده بياخد طبعا ده خلاص ما بقاش لي اي استخدام، انا بس هكومنت مش عايزين ايه الـ stored procedure ده هياخد تقريبا 8 parameters، انت بتكتب بقى الان والاوت زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، فانا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 parameters، 1 2 3 4 5 6 7 ونزود عليهم ده يبقى 8. طيب statement هنعمل set 1 2 تلاتة، وهنست
الفاليز بتاعتنا عادي جدا، وقبل ما تاكسكيوت بقى بتعمل ستيتمنت دوت ريجستر اوتبوت بارامترز، بتقول له في اوتبوت بارامتر انا مستنيه رقم 8 ولا رقم كام. احنا عندنا على فكره احنا عاملين، معلش احنا عاملينها بالعكس يعني، ماشي، احنا عاملين الاي دي اللي هو الاوتبوت الاول، فيعني احنا لو عكسناه هنا مش هتفرق، بدل ما نقعد هناك نقعد نغير الايه الترتيب ونطلع الباركود رقم 1. هنا في الانسيرت ستيتمنت ترتيبه رقم 1، نبص على الترتيب بقى، نبص على الترتيب بدل ما نلخبط الدنيا. وفي قوس في السترينج بتاع البريبيرد كود في البدايه زياده. تمام. لا انا عندي القوس ده بيكون موجود، لا بعد كاتيجوري في 2 قوس مفتوحين بعد كاتيجوري. اه احنا مكبرين السطر من فوق بقى قوسه. طيب حلو قوي. الواحد اللي هو الايه باركود، النيم ما واحد، هو واحد الباركود، لانه حتى في البروسيجر احنا حاطينه رقم واحد في البروسيجر ستيتمنت. البروسيجر ستيتمنت على الداتابيز عالداتابيز حاطينه رقم واحد تحت في الانسيرت ستيتمنت. في الانسيرت اه ايوه احنا مكبيرين اصلا. طيب خلاص بص احنا هنثبت هنا، معلش هنخلي ده زي ما هو عشان ايه ما نلخبطش الدنيا، ونرتبهم كانبوتس هنا. اه هو بس الباركود يطلع مكان الاي دي هتلاقيها ظبطت. طيب تمام حلو. يبقى كده الكود نيم نيم ديسكريبشن بيرنت ديسكاونت تمام، والاوتبوت اي دي، والاوتبوت اي دي هو رقم 8. يبقى احنا الكود ده كله كده تمام، 1 2 3، وهعمل 8 وهنديله التايب بتاعه في الداتابيز اللي هو جافا دوت اس كيو ال دوت نمبر تايبس نوميريك دوت نيوميريك. و ستيتمنت دوت جيت انتجر وده هيكون الريزلت بتاعتنا. يبقى هو هيشتغل، وبعد ما يشتغل خالص هقول له نشيل بقى الريزلت دي. يبقى انا عملت يا شباب ستيتمنت كولبل بريبير كول، انا شاكك ان في سيمي كولون، انا هنتشيك عليها دلوقتي. بعد كده ست لكل الفاليوز، وفي الاخر هنريجستر اوتبوت بارامتر اللي هو حسب ترتيبه هناك بالظبط فين. وبعد كده هعمل اكسكيوت ابديت، وهعمل جيت للانتجر ده من الايه الستيتمنت هنا. قبل ما نعمل نعمل برنت وانسرتد رو نمبر يساوي، وهكتب جنبه ايه البارامتر lower result. طيب طبعا انتوا عارفين ما فيش حد بيحفظ كود، يعني لازم في ريفرنس معاك. طيب لا ده prepared الكولبل procedure تمام كده تمام ان شاء الله. طيب هنرجع لليو اي لير ونرن ان شاء الله.
انسرت درو رقم 26. ده اللي احنا لسه ضايفينه دلوقتي. طبعا هو عمل انسرت، المفروض يبقى نعمل يونيك بقى او اي حاجه على الداتا دي عشان ما تتكررش، بس هو انا حتى الباركود مش يونيك، الباركود اتكرر، وده طبعا مشكله. بس احنا كده كتغيير للستورد بروسيجر، هل الناس استوعبت قصه الستورد بروسيجر واحنا محتاجينها ليه؟ ان شاء الله اه. نيجي بقى نعمل كونسترينز علشان نبقى شغالين مظبوط. انا هعمل ديليت للداتا دي، وبعد بس كده كده نعمل نبعت برضو one row one row صح؟ بس كده كده one row one row. اشتغل بقى هيكمل من 28، من 27 28. ما طيب هو ليه ريست عادي السيكونس؟ السيكونس، لا السيكونس ما فيش مشكلة تعمل له ريست، ما فيش مشكلة. بس هو أحمد بيسأل سؤال ممتاز، هو أحمد بيقول أنا كده هبعت رو رو، لو أنا عندي عملت انسرت لحاجات كتير يبقى ساعتها بقى تعمل إيه؟ تعمل أو هنعمل، بلاش تعمل دي عشان إيه؟ نعمل بارامترز بس عبارة عن تايب array صح؟ زي ما عملنا المرة اللي فاتت، تمام. جبت ده array مرة واحدة ووريت لوكال الكود اللي بيعمل insert لأري. هنعمل arrays ونبتدي نعمل set مرة واحدة، هبعت مرة واحدة للستورد بروسيجر وهو يعمل سيف ايه زي هي ما هو عايز. المشكلة اللي قابلتني يا دكتور إن لازم يكون التيبل أوبجكت من التايب دوت، ما يكونش تيبل عادي زي اللي إحنا بنينه. اه تمام، ما انت هتعمل تايب اوبجكت هنا يعني بتاع وأنا بكريت اري. التيبل أقول له كريت تيبل أوف تايب كذا، مش كريت تيبل عادي، عشان ياخد أري ما ياخدش عشان فاريبل مقطع. تمام. هو بص، هو الحل السريع السريع لو انت مش عايز او احنا مش عايزين نتعمق قوي في البي ال، لان ده مش الكوب بتاعنا، ان انا هبعت له اريز مش اري واحده، فاهمني؟ يعني تمام احنا المره اللي فاتت عملنا اري فيها مثلا امبلوي نيمز، فنعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، عندك سبعه اري، اه ومن جوه. وطبعا هنا انت معرف سبعه تايبس، هتبعت سبعه اريز وهو هنا هيستقبل سبعه تايبس، يعمل لوب عليهم ويلف. بس فين الكلام ده؟ في الستورد بعيد عن الابلكيشن. تمام. وماتش اول اندكس مع اول اندكس مع اول اندكس هكذا. اه، ما انت هيبقى عندك السايز بتاعهم وانت بتلوب بقى هتبقى كله باندكس واحد. معايا؟ لكن انتوا كستاندر بتعملوا التيبل ان هو تايب اوف تايب لا، انت المفروض يبقى داتابيس، عندك تايب اوف ريكورد، يعني كأنك عامل تايب من الريكورد ده كله على بعضه، وبتبني الجدول عليه. وبتبعت بقى بتبعت الداتا كده بالشكل ده كأنها لكن اري. الجدول بتكريته كجدول ولا الجدول بتكريته لا لا، انت هتعمل تيبل كاري؟ عادي. انت قصدك التيبل ده يبقى يتعمل تيبل اري اوف تايب، اه بيتعمل تيبل كريت تيبل تايب اوف التايب اللي انت انشأته. والله بص يا احمد، هو ده مظبوط ماشي، بس احنا لو دخلنا في الحتة دي هتلاقي الناس اصلا دماغها بعدت عن الجافا، وده مش الايه، مش السكوب بتاعنا. انا فاهمك وانت مظبوط ماشي. لا انا عايز اعرفها عشان انا يعني لو انا لا هشتغل ان انا لا، هبعت انت بلق هتعمل تيبل اوف تايبس بقى. لازم كده، ما فيهاش حل تاني. في ناس كانت بتتكلم في حلول تانية، بس هي كانت سبيسيفيك قوي وفيها تفاصيل كتير من ناحية الداتابيس. بس انا عايز اقول لك ان الكلام ده كله واحنا شغالين بالجي دي بي سي، تمام وعايز تشيل مع دماغك الهيدك بتاع ان انت تقعد انسرت رو رو والكلام ده. بس احنا لما ندخل قدام شوية ان شاء الله، لما نتعامل مع هايبرنيت، مع الجي بي اي، مع في حاجه اسمها اي باتس، مش عارف انتوا هتحضروها معانا ولا لا. كل ده انت بتعمل ايه؟ بتعمل اري جافا اري وبتبعتها للهايبرنيت، تقول له سيف اري على بعضها، وهو بيتعامل طيب وبيرجع لك تمام الاي ديز كمان. خلاص، احنا نمشيها رو باي رو لحد ما نخش في الهايبرنت. بالظبط. احنا لا، احنا ممكن نعملها اري كمان، ممكن نعملها مالتيبل اريز ونبتدي نتعامل بيها. وخلينا ندور مع بعض، لو لقينا الموضوع بسيط والناس هتستوعبه، بس انا مش عايز ادي معلومات كتير علشان الناس ايه يعني متلصمة، يعني احنا ماشيين يعني ايه بالعافية في حتة الداتابيز. احنا الداتابيز بنعرف النولج الأساسية بس، اه احنا التفاصيل حتى الزيادة مش بنعرفها. كديفولبرز عمرنا ما اتعاملنا مع التايب سي دي اصلا.
كمان. عادي بيز دي تيبل واعمل عليه الفورم وخلاص. طيب خلاص، ما ده في الريبورتس والفورمس الدنيا ايه، انت فاهم بقى الموضوع في بيتها يعني، ريبورتس وفورمس وداتابيز كلها اوراكل، فالدنيا حلوه يعني. طيب لغايه دلوقتي يا شباب الدنيا واضحه ان شاء الله، في اي مشكله؟ طيب انا كده بريك، هصلي العشاء وانتوا تصلوا ان شاء الله، ونرجع تاني بقى ايه، نحاول نعمل نكمل جزء كمان جي دي بي سي، وبعد كده نبتدي في السوينج بقى، عايزين الدنيا تنور، مش هنقعد نشتغل مين على طول، مش هنقعد مين ميثود وسيستم اوت برنت لاين يعني. فيعني يعني 10 دقايق ان شاء الله ونرجع تاني. السلام عليكم. طيب شباب احنا كده، انتوا قلتوا لي ان انتوا بعتوا لي، انا شايف معتصم واحمد يعني باعتين حاجه، ده دلوقتي يعني حاجه ابديتد. جميل، نبتدي بقى نبص عليهم كده بالترتيب. ولا ده ايه؟ ده انت مش بعت حاجه، ده انت بعتني كده معتصم. ماشي طيب اوكي ماشي، مفيش مشكلة. انا بقول لك انت بعتين، انا احمد. تمام، انت اللي نصفني يا باشمهندس، الوحيد اللي بينصفني. الله يكرمك، هو بس الشباب انا هيشد عارف حيلهم ان شاء الله معانا الفترة الجاية. الدنيا الدنيا ان شاء الله كويسة، والحمد لله احنا ماشيين يعني بخطة ثابتة. معلش انا عارف ان الكورس يعني ايه ادفانسد شوية، واحنا بنجري علشان التارجت بتاعنا بعيد عن ده يعني، التارجت بتاعنا ويب، لان يعني في الغالب الديسكتوب يعني ايه بيبقى شغله شوية قليل. فاحنا ايه معلش نستحمل بعضه يعني، في رمضان الدنيا هنبقى ماشيين بريت بسيط يعني ان شاء الله. طيب احنا بصوا يعني ايه، هنبص على الكود ده. هو اللي كان في دماغي اننا نكمل الليرز بتاعتنا، موضوع الفاكتورز والحاجات دي، وبعد كده ايه ننطلق. انا معلش انا ما كنتش عامل شير اصلا وانا شغال كده. طيب تمام، وبعد كده نبتدي نعمل شوية جي دي بي سي. بس اعتقد اننا عملنا يعني النهاردة برضو شوية كويسين، واتكلمنا شوية تفاصيل أكتر في موضوع الداتابيز. بس أنا عايز الناس عشان ما نقعدش نرغي، أو ما نقعدش نرغي من طرف واحد، يكون إيه قدامنا وقت إن الناس تبتدي تشغل إيديها، وإحنا هناخد وقت شوية في موضوع الإيه اليو آي. فهي يعني ناس يعني براحتكم يعني، ده ممكن يكون الجار فايل اللي فيه مشكلة بتاع اللايبرري. تمام، هنعمل ريموف لي وهعمل له ادمن عندي. هو ممكن تبقى تكوبي بيست جوه اللايبرريز على طول، هو هيحس بيه يعني. تمام حلو اوي. طيب ده احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، ده اللي احنا عملناه واحنا مع بعض. بعد كده الداو، داو اكسبشن ده جديد، ده تمام. هو كده احمد يعني بيكمل لنا الحاجات اللي فعلا ناقصانا، اللي هو الداو اكسبشن. اليوتيليتي ده احنا كده ايه نقلنا وعدلنا. البيزنس فاكتوري ما كانش موجود، ولا كان موجود؟ كان موجود يعني، انا شايف خطي موجود. انا يمكن انت عملت كوبي وعدلت يعني، ده كان موجود. انا عملت واحد في اليو اي، الداو فاكتوري هو اللي ما كانش موجود بقى. انا عملته في اليو اي في اخر واحد، اخر باكج بتاعه. طب ما نعمله باكج زي كده يعني، يبقى باكج بيزنس
ما نحط ما انا كله قلت دكتور، ما احنا كنا ممكن نحط كله مع بعضه، الباو مع الداو في ما الفاكهة. هو الفكرة يا شادي ان انا انت في حطيت الغالب، ثلاثة زائد دول تحت تحتيهم. بص هي الفكرة التقسيم ده ان انت في الاخر الابليكيشن ده بيبقى في ناس كتير شغال عليه، ماشي؟ الابليكيشن ده بيبقى محطوط على تول سب فيرجننج، تول سب فيرجننج زي الاس في ان. حد مننا اشتغل اس في ان؟ لا الاس في ان ده شباب بيبقى عباره عن ايه، انت بتيجي عام بيبقى عندك سيرفر زي السيرفر الداتابيز، بيبقى فيه سوفت وير اسمه اس في ان، وده ليه انواع كتير. يعني انا بكلمك في حاجه اسمها تورتويز اس في ان، ده فري. في بقى سب فيرجننج تول خاصه، في اوراكل وفي اي بي ام. سب فيرجننج تولز دي بتعمل ايه؟ انت بتيجي على السيرفر ماشين وبتيجي عامل بتعمل انستول البرنامج ده للسب فيرجننج، وبتعمل جواه مثلا فولدر كده تحط فيه الكود ده. الكود ده كله هيتنقل يتحط فين؟ على السب فيرجننج، على السيرفر. وهو بيطلع لك حاجه اسمها ريبوزيتوري يو ار ال، يو ار ال كده او باص. انا هبعته لك، هبعته لكل ديفلوبر مننا. انا عندي مثلا 20 واحد في التيم مثلا، هيجي لهم يو ار ال بتاع ايه؟ بتاع الفولدر ده اللي موجود على السيرفر. وانت من هنا من جوه البرنامج التول بتاعتك بتعمل نيو بروجكت، بس البروجكت ده بيبقى السورس بتاعه ان هو بياخد يو ار ال، تمام؟ بياخد هو بيبقى اوبن بقى، بتاخد نيو بروجكت بس بياخد يو ار ال على الاس في ان، فبيفتح عندك الداتا دي كلها، الباكجز دي كلها. انا لو انا عايز اخد باكج مثلا اشتغل عليها، انا دلوقتي مثلا شغال في الجزء الخاص بتاع الايه الكاتيجوري، هاجي اعمل رايت كليك واقول له لوك. لوك يعني ايه؟ يعني مفيش واحد تاني هيعرف يشتغل على السورس ده غير انا. طيب لو انا حاطط الحاجات كلها مع بعضها هعمل لوك مثلا على الفولدر؟ لا، لا. يعني انا بعمل لوك على الحاجات اللي انا احتمال اشتغل فيها مثلا خلال سي مثلا النهارده، فانا ببتدي اعمل الشغل بتاعي، وبعد ما بخلص كاني عملت ترانزاكشن كده، باجي عامل رايت كليك وكوميت. كوميت بيجي باعت السورس ده يعمل ابديت للاس في ان. اي حد تاني عايز يشوف التعديلات بتاعته يجي عامل على الابلكيشن او على الفولدر ده رايت كليك ابديت، ابديت هيجيب له التعديلات اللي انا كنت اللي فلان التاني ده كان عاملها. فالتقسيمه دي علشان لما يكون عندي تيم، وده الطبيعي واللوجيك اللي في الشركات الكبيره او حتى يعني الميديوم سايز اورجانيزيشن، بيبقى عندها سب فيرجننج تول، ناس كتير موجوده شغاله، كل واحد بياخد الانتيتي او الموديل اللي هو شغال عليه يعمل له لوك، لوك ويبتدي يشتغل، وفي الاخر يعمل كوميت. ليه؟ علشان ما هو يعني لو احنا شغالين كلنا مع بعض والسورس التعديل اللي انا بعمله اللي انت شايفه ممكن يبقى مدي ايرور هنا، يجي موقف الابلكيشن لواحد تاني بيعمل تيستنج، ليه؟ كومبايليشن ايرور، يبقى هيستنى. فانت بتعمل ايه؟ بتاخد بتلوك شويه فايلز تبتدي تعدل عليهم زي ما انت عايز، بعد ما تخلص ويبقى عندك مفيش كومبايليشن ايرور بتيجي عامل كوميت، يجي رايح التعديل فين؟ على السيرفر، وهكذا. التقسيمه دي علشان الشغل بعد كده. طيب نكمل. قلنا ايه؟ احمد عمل ده البيزنس ده، تمام. ده الكاتيجوري بيزنس امبلمنتيشن، ده كان كنا واخدينه من عفيفي. نروح للداو بقى على طول. انت قلت انا عملت الفاكتوري هنا. طيب الفاكتوري انا طبعا انا يعني ايه هاخد الاجزاء اللي انت عملتها نقراها مع بعض، وهاخدها كوبي في الابليكيشن بتاعي اللي عندي على السورس اللي عندنا، وبعد كده هبعته لكم نعمل شير زي ما احنا بنتعاون يعني. فانت عملت لنا الفاكتوري بريتيرن او التايب بتاعه من الانترفيسز المختلفه الثلاثه انتيتيز اللي عندنا، وجيت وير هاوس جيت كاتيجوري جيت. طبعا اعتقد ان الناس ان شاء الله تكون فاهمه الدنيا تمام. واستاتيك ميثودز، حلو جدا. انت عملت بقى الكاتيجوري داو امبلمنتيشن، صح؟ تمام. طيب جميل جدا.
انت عملت بقى implementation على شغل عفيفي، حلو قوي. ال insource ده احنا كنا شغالينه مع بعض، تمام. انا كنت حطيت الكونكشنز كلهم في مع الكونسترينت، وبقيت الكونكشن انده انا حطيتهم كلهم في الكلاس بتاعت الكونسترينت الاستاتيك انت اللي هي بتقرا من البروبرتيز والحاجات دي، فبقيتش هنا بكرر يعني، هنا بقيت مثبت الكود. طيب اوكي. انا يعني ايه، هاخد برضو الكود وهظبط الحتة دي، بس بيرفكت يعني، كويس جدا ان انت عملت كده، حلو قوي حلو. طيب هو الانسرت تمام، هنكمل بقى الابديت. ابديت كاتيجوري سيت يعني انت عملت واحده بس كمثال يعني. احنا طبعا لما نعمل ابديت هنعمل ابديت للنيم وكل الحاجات اللي موجوده عندنا، تمام. وكمان يا جماعه في حاجه برضو حلوه قوي، يا ريت ايه نعملها. لما نيجي نعمل الحاجات الستيتمنتس دي، الستيتمنتس دي تعتبر كونستنت. طب ما انا ممكن نحطها في الكونستنت، مش في الكونستنت اللي هي المشاع دي اللي كله شايفها. ممكن نعمل كونستنت كلاس فيها الحاجات دي، تمام، عشان فيها تبقى كل شيرد يعني. الكويريز. هي فعلا الناس بتعمل كده يعني، ده الحاجه الايه زي ما بيقولوا الريكومنديشن او الريل، الناس بتعمل كده. ناس بنيجي انا هعمل الكلام ده، هعمله كمثال دلوقتي، وهعمل ابديت للايه لل في الورك سبيس اللي انا هبعتها لكم. فاحنا بنعمل ايه يا شباب؟ تعالوا ناخد الاستيتمنت ده بتاع الانسرت. الانسرت ستيتمنت ده او سترينج اهو، ايه المشكله ان انا اعمل كومن؟ احنا كنا طبعا المفروض في كومن بالداو، تمام. في كومن الداو مش معمول، هنعمله. انا عملته اعتقد في الورك سبيس الثانيه. هعمل نيو كلاس هسميها ستور كويريز، يبقى فيها الكويريز الخاصة بالستور. هنحطها في كوم دوت بي او اس دوت ستور، دي الستور الوحيدة اللي فيها اي، خليها كلها بقى ماشية من غير اي دوت داو. يبقى على الروت بتاع الداو لكل الداتا اكسس اوبجكتس في عندي كونستنتس اهو. بقى نعمل بابليك static final string ونسميه capital بقى insert category equals. وهاجي انا بقى في الكلاس بتاعتي هقول له هات لي دي من الكونسنس. لا ما اسمهاش كونسنس بقى، ناخد اسم ال ستور كويريز. ستور كويريز، هنعمل لها امبورت وخلاص. ده كده يعني احنا بنعمل جنراليزيشن، بنخلي الابلكيشن بتاعنا ليه هتعدل بقى. يبقى يعني في مشكلة في الكويري، روح عدل هناك. تبقى شيرد. ما نقعدش نعدل في الكلاس دي. طيب هنعمل الكلام ده مع الابديت ومع الليست اول ومع الديت مع كل حاجه. يعني سريعا برضو معلش نعمل دي عشان برضو الناس ايه اللي ما كانش مركز معانا يركز اكتر. ادي بابليك ستاتيك فاينل سترينج وابديت سترينج string بالاس كابيتال update category يساوي وادي string، بس السترينج ده ناقصه ايه؟ ناقصه بقية الحاجات. ده اللي في النيم عربي بس.
ده في عربي بس، وهنكمل بقى الباقي يعني. انا ممكن اكمل لكم الموديول ده، مش الموديول، هكمل لكم الانتيتي بتاعت الكاتيجوري، هكمل على الشغل بتاع احمد. دكتور احنا ممكن ناخدها من اللي فوقيها كوبي لا ما انت. هو انا لو عدلت هنا هتضطر تعدل الكود، تمام فاحنا ايه عايزين نعدل المينيمم دلوقتي، واحنا بس بنبص الكود اللي معمول علشان ما نتفاجئش بيه، واحنا لما نيجي نبص على الكود ما نتفاجئش بالحاجات دي. دوت انا اخد هنا ابديت، يبقى احنا كده عملنا الانسيرت والابديت. احمد عامل بريبيرد ستيتمنت، وال انت فين الكونكشن؟ انت عامل كونكشن ايه؟ انت عاملها كومن، عاملها ممبر فاريبل صح؟ بقت في الكونستراكتور. طيب ما... طب بيحصل لها كلوز امتى بقى يا احمد؟ ما بيحصلهاش. ما هو الكونستراكتور بيعمل زي ما يكون بيعمل اوتو كلوز، بس انا ما كملتش حاجة. لو انا بعمل لا ما اكستند اصل للاوتو هو انت كلوز. بتعمل، لا ما هو هقول لك على حاجه، ما هو اوتو كلوزابل دي مع التراي ويز ريسورس هي اللي بتعمل اوتو كلوز لما يكون الريفرنس متعرف جواها. معايا؟ اللي انت عملته ده تمام جدا، ريحت دماغك. وجوه الكونستراكتور اقول لكم هو عمل ايه يا شباب، هو جوه الكونستراكتور هو عمل ممبر فاريبل او فيلد هنا سماه ايه سي 1 الكونكشن، وجوه الكونستراكتور مره واحده بس راح عمل كونكشن وانس وخلاص، وبعد كده بقى يستخدمها. هي ده تمام جدا، بس المفروض بقى ان انت تعمل لها كلوز بعد ما تخلص. ما انا ممكن اعمل سيف، بس انا فتحت صفحه لاي سبب من الاسباب، عملت نيو كاتيجوري وكملت عملت حاجات تانية في الابلكيشن، فبقى في عندي اوبجكت موجود يعني not utilized. اي نعم ان هو يعني هيحصل له يعني garbage collection، بس انت فتحت كونكشن على الداتابيز وما اتقفلتش. فاحنا تمام. نعمل try catch with resource. نكمل مع احمد ده الانسرت خلاص الابديت، وعمل prepared statement، والستيتمنت ده كان فيه بس حاجه واحده بارامتر اللي هو العربي، فعمل set والكاتيجوري where الكاتيجوري اي دي بيساوي كذا. ممكن يكون الستيتمنت يعني ايه نفتحه قدامنا اهو، ادي ابديت كاتيجوري سيت او البارامتر اللي هو النيم، وير الاي دي ايكوال كذا وخلاص. وبعد كده عمل اكسكيوت، بس كان ممكن يعمل اكسكيوت ابديت واحنا عارفين الفرق ما بينهم، ما فيش اي مشاكل خالص. وبعد كده لو حصل هنا عمل ريتيرن على طول للستيتمنت اكسكيوت، انا بترجع ترو فولس، كلام زي الفل. الله ينور عليك. طيب ال ايه بقى ده ابديت هو ايه ديليت، ديليت نفس الكلام، هناخد ديليت فروم طبعا اوبشنال عادي، يبقى ديليت كويري وير الاي دي يساوي، وهنا هيعمل سيت لل في البريبيرد ستيتمنت للاي دي، وكلام جميل جدا. وتراي وكاتش هنا ليست اول، يبقى سيلكت اول فروم كاتيجوري، وهنا عمل تراي ويز ريسورسز، عمل جواه الستيتمنت والريزلت سيت، وبعد كده عمل اكسكيوت وعمل لوبينج على الريزلت سيت، وجاب بقى ايه كرييت نيو كاتيجوري. كان ممكن بقى في بقى حاجه ايه يا احمد يعني على السريع كده، كان ممكن تعمل نيو كونستراكتور constructor. هنا من ما اللي انا ما بياخد، رضيتش اغير بقى في الشغل، يعني قلت اثبت الشغل لحد ما احنا ما نغير. عشان الوقت انا عارف، وانت كنت عشان الوقت وخلاص ما فيش مشكله. فانا هعمل، انا لما هبعت لكم السورس بقى مش هعمل كده، انا هعمل نيو هعمل اد، يعني كل القصه دي تبقى سطر واحد، اد تمام، نيو بس لازم نعمل constructor في الكاتيجوري ديت وديت او اعتقد ان احنا دي عاملين اوف، كونستراكتور ده مش عم سايبين الديفولت، سايبين الديفولت، نعمل اوفر رايد للكونستراكتور. بس ما هو دي اللي ما رضيتش اعدل عشان ماشي، بس انا بقول للناس بس عشان ايه يشوفوا لما يوصل لهم الكود ما يستغربوش. بص يا شباب انا هبعت لكم وانا بعمل اد هنا، مش هعمل ريفرنس، وعامل ست جواه واحده واحده، وبعد كده اعمل اد،
هو كده هيعمل اري ليست، بيبتدي يعمل كل ريكورد بقى لوحده، يجيت الاي دي والباركود والنيم، طبعا ناقص بقى الديسكريبشن والديسكاونت والحاجات دي كلها هناخدها كلها. وبعد كده هنعمل ايه؟ انا هعمل بقى نيو، هعمل كاتيجوري دوت اد نيو كاتيجوري، هعمل اوبجكت على طول اون ذا فلاي بيسموه على الطاير كده، وهنادي بقى كونستراكتور. الكونستراكتور ده مش هيبقى ديفولت، لا هيبقى كونستراكتور بياخد النيم والحاجات دي كلها. احنا ممكن نبقى ايه، هعمل له اوفررايد هنا وهضيفه. طيب يبقى احنا كده عندنا الابديت والديليت والليست اول والسيرش باي كود والحاجات دي. تمام. هنا احمد عمل الحته الجميله دي ان هو عمل سيرش باي بقى، حلو قوي يعني. تمام. طب انت عملت سيت للبارامترز فين بقى؟ قصدك البريبيرد ستيتمنت يعني؟ في البريبيرد ما ستيتمنت. هو دايما واحد اهو تحت جنب ايدك اهو، تطلع فوق شويه بس هو دايما واحد الكي اللي هو بيسيرش بيه زي الفل، وهو جاي سترينج. ايوه تمام. طيب بص يا شباب، احنا كنا متفقين اننا نعمل سيرش بالكي، يعني هيختار نوع السيرش، بيسيرش بالنيم ولا بيسيرش بايه بالظبط، ونبتدي نعمل ايه سيرش بيه. فهو الراجل قال خلاص طالما جاي لك كي يبقى هعمل سويتش كيس. السويتش كيس دي هتحدد لي الستيتمنت، انا هعمل سيرش بايه، هعمل سيرش اول فروم كاتيجوري وير النيم عربي، ولا سيرش بالنيم انجلش، ولا سيرش بالكود، ولا يعني هي مش الديفولت بقى، المفروض يبقى كيس تانية، والديفولت يدي ايرور، انت بعت لي حاجة مش انديفايند. تمام هظبطها. يبقى هو هيعمل سويتش كيس، السويتش كيس دي هيطلع منها بستيتمنت، بعد كده هيعمل عادي بقى بريبيرد ستيتمنت، هيعمل ست. الستيتمنت ده هيبقى فيه 1 بارامتر، البارامتر ده سيت سترينج، البارامتر ده هو الكي اللي بيبحث بيه، وهو عامل سويتش كيس على السيرش تايب وخلاص. هيبتدي يعمل اللوب بتاعته على الريزلت سيت ويضيف الكاتيجوري، وفي الاخر يريتيرن الايه الكاتيجوريز وخلاص. طيب الله ينور عليك يا ابو حميد، يعني تسلم الايادي. احنا كده ان شاء الله هبعت لكم بقى الايه، هظبط الحاجات اللي عملها احمد هضيفها عندي، وهنعمل التعديلات اللي احنا قلناها مع بعض ايه واحنا بنتكلم دلوقتي. طيب نبتدي نتكلم في السيشن بتاعت النهارده. كل ده كنا بنقول يا هادي، كان في حاجه اخيره انا قلتها المره اللي فاتت ومش عارف الناس ايه استوعبتها. لما كان عندنا ريزلت سيت وبنحرك الكيرسور من غير ما نجيب داتا، فاكرين لما كنا عايزين نجيب السايز بتاعت الريزلت سيت، عايزين نعرف الريزلت سيت دي فيها كم اليمنت ريكورد كاونت بالظبط. انا عارف ان هي كانت الكود بتاعها عشان يعني كان مكتوب على طول احنا بنقراه كان رخم شويه، فهي الفكره كانت ايه، هشرحه لكم تاني بسرعه. وده ليه شرط، الناس بقى معايا، انا كان عندي ريزلت سيت عايز اعرف هي فيها كام ريكورد. فكنا بنعمل ايه، كنا بنتشيك الاول هل الريزلت سيت دي نوعها سكرولابل، يعني ينفع الكيرسور يتحرك ويرجع تاني ولا لا. الريزلت سيتس زمان يعني جي دي كي 6 وقبل كده ما كانتش سكرولابل، انا بتكلم على الاوراكل، يمكن انا كنت شغال على ماي اس كيو ال او الحاجات التانية، ما كانش سكرولابل، يعني ما ينفعش لو قلت نيكست ما فيش باك، يعني لاي سبب انت عملت نيكست كده عايز ترجع للريكورد اللي قبل كده لا ما ينفعش. لكن في ريزلت سيت 1.7 1.8 احنا شغالين 1.8 للاوراكل درايفر بيسبورت ان انت تعمل كده. فكنا بنعمل ايه، عاملين ميثود بتاخد الريزلت سيت، وبتاخد الريزلت سيت وهي في اي مكان، سواء هنا سواء في الاول سواء في الاخر، في اي مكان بيعمل ايه، اول حاجه يشوف المكان اللي هي واقفه عنده، بعد كده يبتدي يرجعها للاول خالص، المكان ده الكيرسور البوزيشن ده سيفه على جنب كده، عمل له سيف على جنب، وبعد كده ابتدى رجع الكيرسور في الاول خالص، سوري رجع الكيرسور في اخر مكان وشاف رقم الريكورد ده، رقم الريكورد ده هو عددهم، طلع مثلا اخر مكان الاندكس بتاعه 7
يبقى انا عرفت ايه؟ يبقى انا عرفت ان عدد الريكورد 7، هرجع 7. بس قبل ما ارجع السبعه دي هرجع الايه، هعمل سيت للكيرسور عند البوزيشن اللي هو كان جاي بيه، كان جاي عند اول مكان رجع عند اول مكان، رجع عند اخر مكان وهكذا. فدي فيتشر موجوده في السكرولبل ريزلت سيت علشان اقدر اتحرك واقدر اجيب عدد الريكوردز اللي موجوده لاي سبب من الاسباب. طيب نيجي بقى لموضوع السيشن بتاعتنا النهارده، وهو بقى ايه، نتكلم في اليو اي. طبعا الشابترز دي زي ما يعني دردشنا كده قبل ما ابتدي شرح، ده مش موجود اصلا في الماتيريال بتاعت الكورس بتاعتنا، فعشان كده مش واخده نمبرنج. يعني هو يو اي يعني مش شابتر رقم كذا، هو ده يوزر انترفيس سيشن الاولانيه. طيب بصوا، احنا النهارده هندي فكره عامه وهنشوف الفيتشرز اللي موجوده في السوينج. السوينج ده هو التكنولوجي او الاي بي اي، الابلكيشن بروجرام انترفيس اللي الجافا عاملها لنا عشان نتعامل مع او نعمل فورمز. طبعا كلنا اساتذه في الفورمز. طيب هنتكلم عن السوينج بيزكس، وهنتكلم عن ازاي نقسم اللي اوت او شكل الفورم يكون عامل ازاي. الجافا في عندي ثلاث حاجات او 3 اي بي ايز كده للايه، لليو اي او خاصين بالبرزنتيشن لير. اول حاجه كان اسمها او هي اسمها اي دبليو تي. اي دبليو تي دي يا جماعه يعني هي اللي هي الابستراكت ويندوز تول كيت، ودي جرافيكال يوزر انترفيس لايبرري، لايبرري خاصه باليو اي موجوده. هي اول حاجه كانت موجوده في الجافا وكانت الناس بتشتغل بيها، وهي كانت بتدي يعني عدد قليل، يعني ما بتديش فيتشرز كتير، ما بتديش كومبوننتس كتير اقدر اشتغل بيها انا بس. فهبص كده، نبص مع بعض على شكل او عدد الكومبوننتس اللي بتديها لنا ال EWT. بصوا كده يا شباب، انا كده هعمل نيو ابلكيشن عادي جدا او في اي مكان هعمل نيو، بس لما هعمل نيو هقول نيو، هختار حاجه بقى من الحاجات بتاعت اليوزر انترفيس دي. هنقول الحاجات دي دلوقتي، بس تعالوا اول ما بتفتح اي جافا، ده جافا كلاس عاديه جدا دوت جافا، بس دوت جافا نوعها مش جافا كلاس عاديه، لا ده دي حاجه اسمها بانل او فورم او بتاع. هتلاقي ظهر لي على طول هنا الباليت. الباليت دي لاي حد بقى اتعامل مع البروجرامنج قبل كده، بتلاقي كنترولز كده وكوبي بتاع دراج دروب، دراج شد كده وارمي، يظهر لك الحاجه دي في الجافا كلاس او في اليو اي بتاعك. طيب تعالى لو شفنا الباليت اللي موجوده عندنا، هتلاقي في حاجه اسمها اي دبليو تي. شوف كده عدد الكومبوننتس اللي عندك، قليل جدا، 2 4 6 8 10 13 حاجه، ليبل وبتن وسكرول بار وتكست فيلد، تكست اريا، تشيك بوكس، ما فيهوش كل حاجه، لان هي بدايه، كبدايه ناس بتعمل يو اي، فهي بيسموها ايه، اللايبرري بور يعني فقيره شويه. طيب ظهر بعد كده، او هي بيقول لك ان هي الفاونديشن او اللي هي الاساس بتاع السوينج، والحاجه الثانيه اللي هي الجي اف سي. طيب تعالى بقى السوينج اللي هو هنتكلم عنه بتعمق النهارده، هو المور باورفول لايبرري، فيها كنترولز كتير جدا، فيها كنترولز يعني هتشوفوا فيها كل حاجه انت ممكن تحتاجها، تمام، خاصه باليو اي. موجوده في باكج اسمها جافا اكس دوت سوينج. اي دبليو تي موجوده في جافا دوت اي دبليو تي، دي باكجز موجوده عندنا في ران تايم جار فايل. طيب لو بصينا على السوينج هتلاقي بقى كل الحاجات اللي موجوده سوينج. عندك سوينج كنترولز، كونتينرز. الكونتينرز دي زي ما هنقول دلوقتي هي الحاجات اللي بيتحط عليها الكنترولز. تعالى بقى الكنترولز، عندك تيبلز، وعندك سيبريتور، بروجريس بار، سايد بار، فورماتد تكست، باسورد،
راديو باتون، يعني في عندك كنترولز كتير، زائد عندك مينيوز، عايز تضيف مينيو بار، مينيو تشيك بوكس، مينيو وجواها تشيك بوكسز، يعني عندنا بوب اب مينيو، بوب اب مينيو تظهر فيها مسجز او وات ايفر. تمام، عندك سوينج مينيوز ويندوز، عندك دايالوج اللي هو بيظهر كده في، يعني احيانا وانت شغال يجي لك بوب اب كده تبتدي تتعامل معاه. تمام، فايل تشوزر اللي هو عايز تبراوز على فايل ولا حاجه. فالقصد يعني ان السوينج في اوبشنز اكتر بكتير قوي، ويعني باورفول عن الاي دبليو تي، زائد ان هو بيلت اون توب اوف اي دبليو تي، هو اصلا مبني على الاي دبليو تي. في فروقات ما بينهم هنقولها دلوقتي. يظهر عندنا بقى الحاجه اللي تعتبر جديده اللي هو الجافا فاونديشن كلاس اللي هو الجي اف سي، وده كوليكشن اي بي ايز بقى فيها الاي دبليو تي وفيها السوينج وفيها حاجه اسمها بلاجبل لوك اند فيل، يعني تجميع من اللايبرز اللي موجوده والبلاجبل لوك اند فيل ده احنا هنشتغل بيه النهارده ان شاء الله لو نفسكم طويل معايا شويه. فالجي اف سي جافا فاونديشن كلاس هو معانا الاي دبليو تي والسوينج، زي الابلكيشنز اللي احنا هنشتغلها فيها السوينج وفيها الاي دبليو تي، بس الاي دبليو تي مش هنشتغل بيه علشان هو في مشاكل كده هنقولها، بس معانا بقى اللوك اند فيل هنقدر نشتغل بيه. تمام، الجي اف سي في الجافا 2 دي، يعني في اي بي ايز خاصه بال الجرافيكس في ال 2 دي والكلام ده. تمام، بتسبورت بقى الدراج دروب، وهو ده اللي احنا شغالين بيه اصلا اللي هو الجي اف سي. طيب، موجود من جافا، من اول جافا 2. الجي اس الجافا اكس سوينج لايبرري بقى فيها الكومبوننتس اللي قدامنا، في عندي جي 3 لو عايز اعمل 3، في عندي تشيك بوكس ودي شكله، في عندي تكست فيلد، في راديو باتون، في باتونز، في سلايد بار، في حاجات كتير جدا هنشتغلها هنشتغل بيها ان شاء الله. طيب، اكتر بكتير قوي من الاي دبليو تي. ايه بقى الفرق ما بين الاي دبليو تي والسوينج؟ الحاجه المهمه قوي ان الاي دبليو تي لايت هيفي ويت كومبوننت. هيفي ويت يعني ايه؟ يعني لو انت عندك فورم كده فيها كومبوننت اي دبليو تي وكومبوننت سوينج، هتلاقي اللي دايما يظهر على الوش كده دايما الاي دبليو تي. يعني انت ممكن تبقى محتاج مثلا تعمل فورم جي فورم، فورم نوعها سوينج، وتحط عليها كنترول من حاجه تانية من الاي دبليو تي، دايما الاي دبليو تي ظاهر فوق. طب لو عايز تعكس، عايز تحط مثلا حاجه مخفيه وتظهر بعدين او اي سبب، فالاي دبليو تي هو هيفي ويت كومبوننت. تمام، بيظهر اون ذا توب، بيظهر دايما دايما بيظهر فوق اي حاجه تانية. دي مشكلته. المشكله الصعبه ان هو نيتيف، اليو اي بتاعه هتشوفه بيبقى شكله غريب شوية، مش بيظهر يعني ايه خاص بالسيستم اللي انت شغال بيه، شكله مش ايه مش بيكون كويس. لو انت عملت لوك اند فيل او عدلت حاجات برضو هو بياخد النيتيف ريندر او بيظهر شكله بدائي شوية، نيتيف يعني بدائي. لكن اللايت ويت زي السوينج نو ديبندنس اون نيتيف بير كود، لا بيبقى شكله بياخد اللوك اند فيل وبيكون شكله كويس. ممكن يبقى ترانسبيرنت شفاف شويه، يظهر حاجه من تحت، ولا التاني في مشكله في الموضوع ده. طيب، الفرق ما بينهم من ناحيه الكودينج، بتلاقي عندك في فريم ده اي دبليو تي، السوينج يبقى جي فريم، اللي اوله جي هو دي الحاجات الخاصه بالايه بالسوينج. طيب، الحاجات ال دبليو تي زي بقى الفريم والبانل والكلام ده كله ده اي دبليو تي. طيب، نيجي بقى ايه ده كده الفروقات الاساسيه ما بين السوينج والاي دبليو تي. نيجي لازاي بنعمل تقسيم لشكل اليو اي عندنا. تخيل ده
فريم او ده فورم، بقى نتكلم باللغه بتاعت اللغه العاديه الريبورتس والفورمز بتاعتكم او الجافا الفيجوال بيسك والكلام ده. انا عندي ايه؟ عندي فورم. الفورم دي بقى فيها ايه؟ دايما دايما بتبقى عندي توب ليفل كونتينر، ده الاساس اللي هو الويندو، بيبقى اسمه فريم. يبقى انا عندي دايما في فريم ببتدي احط عليه بقى الاتي، تحط عليه ايه؟ انترميديت كونتينر. ممكن يبقى عندك فورم كبيره عليها 2 3 4 اجزاء. تعالوا عشان ايه الناس تستوعب، تعالوا نشوف اي فورم كده موجوده عندنا. دي فاضيه خالص. دي مثلا اهو، دي ويندو. الويندو اللي بره الكبيره دي ده فريم. فريم متقسم بقى اجزاء، ادي جزء اهو وادي جزء تاني اهو. كل واحد من دول ده انترميديت كونتينر، يبقى ده كونتينر ما بين الويندو بتاعتنا والكومبوننتس. دي الكومبوننتس، دي الكنترولز اللي هتتحط. يبقى انت عندك كونتينر اساسي اللي هو بره ده اللي هو التوب ليفل كونتينر، ده اللي هو بيبقى فريم او دايالوج او ابلود. غالبا احنا هنشتغل الاساس عندنا الفريم. يبقى انا عندي دايما في ايه؟ في فريم. الفريم ده هو توب ليفل كونتينر. يجي بعد كده للايه؟ للليفل اللي بعد كده، دي الكونتينر الانترميديت ده، ده بيبقى بانل او سكرول بانل. والفرق ما بينهم ان دي بانل ليها سايز معين كده اهو، بتكبر وتصغر معاك اهو بالعرض تمام التمام. طيب السكرول بانل ممكن تثبتها وتسكرول بقى معاك، تسكرول يبقى فيها ايه؟ في امكانيه ان انت يبقى عندك سايد بار كده وتبتدي تعمل سكرول زي ما احنا بنسكرول عادي كده اهو، ده السكرول بار. في عندك سايز تقدر تثبت البانل كده بسايز معين وتسكرول كده، هو يجيب لك ايه الاجزاء المختلفه ليها. نرجع تاني، انا عندي الاساس عندي التوب كونتينر ده اللي هو نتكلم حاليا ان هو فريم او دايالوج، سيبك من الابلود. يبقى انا عندي بره فريم او دايالوج، بعد كده جواه يا اما تحط كنترولز يا اما تحطهم جوه انترميديت كونتينر اللي هو بانل او سكرول بانل. يبقى انا عندي فريم جواه بانلز، بعد كده عندي الاتوميك كومبوننتس. اتوميك كومبوننتس يعني كل كومبوننت لوحدها بقى، اللي عندي ليبل، عندي تكست ايتم باتون زي ما احنا شايفين، عندي كومبو بوكس، عندي زرار، وات ايفر. يبقى ده الاستراكشر الاساسي لاي او الهيراركي لاي سوينج ابلكيشن. طيب هنا برضو بصفه عامه كده بنتكلم عن السوينج، مدياني بقى للحاجات اللي انا شفتها دي. الفريم مدياني حاجه اسمها جي فريم، جافا اكس دوت سوينج دوت جي فريم. الدايلوج عندي جافا اكس دوت سوينج دوت جي دايلوج دوت جي ابلت، عندي ابلت تمام. فيها بقى بروبرتيز، ودي انا مش عايز بقى اضيع فيها وقت لان كده كده هنتعامل معاها بتفاصيلها، ان انت ممكن بقى ايه الكونتينر ده تبتدي تغير البوردر بتاعه وتديله تايتل، تسيت حاجه اسمها الكونتنت بين. فدي اتريبيوتس او ميثودز موجوده خاصه بالتوب ليفل كونتينرز او الجي فريم او الجي دايلوج، اقدر اعمل عليها الحاجات دي كلها، اعمل اسيت السايز بتاعها، اقدر اقول مثلا ان هي لما تيجي تقفلها ينفع تقفل ولا تديك مسج تقول لك انت بتقفل، يعني الكلوزنج بيهيفير بتاعها. طيب الاي دبليو تي قلت لكم ان هو فريم ودايالوج وابلت من غير جي بس. طيب وهنا بيقول لك بقى لا فيها كونتنت بين ولا فيها سيت بوردر ولا الكلام ده كله، يعني فيري بور لايبرري. نيجي بقى للانترميديت كونتينرز. انترميديت كونتينرز قلنا اللي هي البانل والحاجات دي. فيعني هنا بس بيقول لك انت عندك بانل والسكرول بانل، وممكن تقسم بيها بقى البيج، عندك اريا معينه تقسمها
تمام، وتحط كل شويه تولز تعمل جروبنج. يعني كل اللي انت بتعمله هنا ان انت بتعمل جروبنج، هنا مثلا حاطط البوزيشن والدايركشن حاجات ريليتد ببعض حطها في بانل على جنب، والسيستم الحاجات اللي خاصه مثلا بسيستم حطها مع جنب، وفي الاخر هو اللي بيعمل اوكي حاجه واحده بس. تمام، يبقى كتقسيمه كبزنس. يعني ممكن نتكلم على لو انا بعمل فاتوره، الفاتوره دي هيبقى الجزء الخاص برقم العميل ورقم الفاتوره والتاريخ والحاجات دي فوق. ممكن اجي بعد كده اعمل بانل، البانل ده هيكون جواه تيبل في الايتمز بتاعه الفاتوره، وممكن يبقى عندي بانل تحت خاصه بان انا عايز اعمل ديسكاونت او برنت او اي حاجه. يبقى البانلز هي عباره عن بستخدمها علشان بس اعمل جروبنج. الاتوميك كومبوننتس بقى هي اي كومبوننت موجود عندي، اي كنترول اللي هو كنترول عليه كومبوننت، اي كنترول موجود عندي باتون تشيك بوكس كومبو بوكس. الكومبو بوكس اللي هو الدروب داون ليست دي بيتقال عليها كومبو بوكس، وهنشوف الحاجات دي ان شاء الله بتفصلها. طيب يجي بقى الحته المهمه جدا اللي هي موضوع اللي اوت مانجمنت. عندي كنترولز رميتها على بانل او على فريم، ما احنا قلنا الفريم ممكن نحط عليه الكومبوننت على طول او احطها على بانل. طب ازاي بقى الحاجات دي بتترتب بالشكل ده؟ هل انا هاجي عامل كده مثلا فايل او نيو، انا اعمل فورم، يبقى هختار فريم، هعمل فريم مثلا هسميه تيست، هيدي لك فريم كده فاضي جدا عايز بقى تتعامل معاه بالكودينج. بتختار من هنا السورس، هتلاقي هو في سورس جنريتد وكل حاجه. انت عايز ديزاين بقى تبتدي دراج دروب، خلاص انا دراج اهو كومبوننتس، او الكومبوننت بتنزل بايه بديفولت ليبلز بقى بينزل لها اسماء كده ديفولت وكده. طيب الحاجات اللي موجوده عندي دي انا لما هعمل سيف اهو، لو عملت ران او ممكن اعمل run. طيب الكومبوننتس موجوده مش مترتبه، طب ازاي ارتبها؟ هل انا اجتهد اجتهاد شخصي كده وابتدي ارتبهم كده بايدي، ولا وبعد كده لما اجي اعمل run واجي عملت مثلا ريسايز، انا مش عارف هو مدي ايرور ليه، يعني احنا ما عملناش جواه اي حاجه خالص. هو ده بقى ايه يعني، انت لو بصيت جوه الفايل كده هتلاقي الايرور يعني انت جنريتد كود ومش عاجبك يعني. ماشي، هو نيت بينز يا جماعه، قولوا له ميرسي. طيب هعمل ران. انت احيانا لما تعمل ريسايز بص سايب لك الصفحه كلها او الفورم كلها فاضيه والكود موجود في مكان. لو انت عايز بقى يحصل ريسايز، عايز الكومبوننت دي تتحط بشكل ان ده موازي لده اوتوماتيك، مش هتقعد انت توازيهم بايدك. الكلام ده بيتعمل كل ده عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها اللي اوت مانجر. اللي اوت مانجر ده عباره عن يوتيليتي موجوده جوه في السوينج، بتعمل ترتيب او تنظيم للي اوت او للشكل الخارجي بتاع الفورم او بتاع الفريم او البانل. ازاي؟ عندي انواع من اللي اوت. لو بصينا هنا، لو عايز نبص على اللي اوت بتاع اي حاجه، احنا ممكن طبعا بالكود نكتبها، بس تعالى خلينا نتكلم عن ان حتى لو انا بس عايز حاجه كده فيها ديتا. لو انا شايف الشكل ده، انت عشان ترتب الشكل ده هتاخد مجهود جامد جدا. طيب لو انت عايز بقى تشوف اللي اوت ده معمول ازاي او يتعمل اوتوماتيك، بص كده معايا، في حاجه اسمها نافيجيتور. انت واقف على فريم، هتدوس او هتختار هنا نافيجيتور، هيجيب لك النافيجيتور اهو، قال لك جايب لك الكومبوننت ايه جي فريم، هو بيجيب لك شكل الايه الكومبوننت اللي موجوده هنا بالظبط. انت عندك فريم اللي هو ده اللي هو اللي بره خالص، بعد كده عندك بانل
وبعد كده عندك بانل تانية، كل بانل جواها كومبوننتس زي ما انت شايف كده. طبعا ممكن تضيف كومبوننت تدرج هنا او تدرج هنا على طول، يعني زي ما انت عايز زي ما انت عايز. طيب لو انت عايز بقى تعمل سيت لي اوت معين، هتيجي في اي مكان انت عايزه وهتعمل مش اي مكان انت عايزه، اي فريم انت او بانل عايز تعمل لها لي اوت معين، تعمل رايت كليك وبتختار سيت لي اوت. هجيب لك بقى انواع اللي اوتس اللي موجوده، دي بقى الانواع اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل وهنعرف ايه الفروقات ما بينهم. يبقى انت عايز تعمل سيت لي اوت معين، خلاص اهو انا مثلا هو اللي اوت الديفولت حسب النوع، حسب نوع الكونتينر، كل كونتينر بيبقى ليه ديفولت لي اوت. في عندي مثلا نوع اسمه نال لي اوت، لما اخترت نال زي ما انت شايف كده الكومبوننت راحت مني. لو انت جيت هنا واخترت مثلا سيت لي اوت، في عندي حاجه اسمها جريد باج لي اوت، كل واحد كل لي اوت من دول بيدي شكل مختلف. طيب تعالوا علشان نكون ماشيين مظبوط نشوف انواع اللي اوتس وبعد كده نجرب نشوف ايه الفروقات ما بينهم. اول نوع من اللي اوت اسمه بوردر لي اوت. بوردر لي اوت بيقسم لك الكومبوننت بوردر، يعني ايه؟ يعني ناحيه بوردر يعني اطار كده ماشي. فهو هتلاقي الكومبوننتس بتاعتك متقسمه في خمسه دايركشنز، نورث ساوث ايست اند ويست وسنتر. هو بياخد من الاخر هو خمسه كومبوننت، كومبوننت يحطها فوق، كومبوننت تحت، كومبوننت يمين شمال، وفي السنتر. هتعمل ريسايز هيوسع في السنتر. طيب يبقى لو انت لاي سبب من الاسباب محتاج اللي اوت بالشكل ده، يبقى هتختار اللي اوت بتاع البانل بتاعتك يكون نوعه بوردر لي اوت. تعالى للنوع اللي بعد كده اللي هو السامبل جريد لي اوت. سامبل جريد لي اوت بيقسمها لك جريد، جريد يعني شبكه، صفوف واعمده متساويه زي ما انت شايف كده، 1 2 3 4 او متقسمه كده. يبقى لو بتعمل كالكوليتر الباتنز او الزرار اللي موجوده عندك هتحطها في ايه؟ في جريد لي اوت. طيب تعالى للي اوت اللي بعد كده. احنا ممكن نبص يعني على دي مثلا، ادي سامبل شويه، هي واخده دلوقتي مثلا نال لي اوت، يعني زي ما انت هترتبه زي ما انت هتحط الكنترولز. نال لي اوت يعني مالهاش لي اوت، زي ما انت هتحطها هتفضل كده. طيب تعالى مثلا سيت لي اوت وخليها مثلا بوردر لي اوت، عمل ايه؟ نورث ايست ويست سنتر ساوث. شكرا، فين بقيه الكومبوننت؟ كان عندك كومبوننت وراحت بس. طيب لو انا عملت كنترول زد، هاجي على هنا وسيت لي اوت، اختار مثلا جريد لي اوت. جريد لي اوت بيعملها شبكه. طيب الشبكه دي شكلها عامل ازاي؟ المفروض صفوف واعمده. هو هنا بس عشان كولومز اللي هو عدد الروز، طبعا انا بختار هنا اللي اوت بعلم عليه يجيب لي البروبرتيز بتاعت اللي اوت. فلو انا اخترت مثلا عندي مثلا ثلاث صفوف وثلاث او اربع اعمده، هتلاقي الشكل بقى كده. يبقى لو عايز تخلي الفورم بتاعتك ليها شكل معين من حيث عدد الصفوف والاعمده، هتعمل كده، تختار اللي اوت بتاعك بانل جريد لي اوت بالشكل ده. طيب نيجي بقى للنوع المميز اللي هو الجريد باج. الجريد باج ده هو اصلا ده اللي هنشتغل بيه دايما، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انت عندك هي صفوف واعمده، بس ممكن كومبوننت معينه تقول والله انا هحط حاجه هنا تاخد الصفين دول مع بعض، تاخد العمودين دول مع بعض، حاجه اسمها كولوم سبان او رو سبان. يعني مش لازم يبقوا كلهم واخدين زي بعض. انا عندي ده مثلا تكست اريا المفروض تبقى اكبر شويه، وده تشيك بوكس عادي يبقى صغير. يبقى لو اخترنا النوع بتاعنا اللي هو الجريد باج، لا الجريد باج بقى انت هتقدر تتحكم في الموضوع براحتك. طب نتحكم فيه ازاي؟ نتحكم فيه عن طريق اننا نيجي عاملين رايت كليك هنا ونقول سيت لي اوت. سيت لي اوت دي
سوري كاستمايز لي اوت. كاستمايز لي اوت دي ما بتظهرش غير في حاله الجريد باج. بص كده معايا اهو جايب لك الكومبوننتس اهي كلها، عايز بقى انت ترتبها زي ما انت عايز ترتب، رتب الكومبوننتس زي ما انت عايز. كومبوننت عايزه تاخد صفين مش مشكله، كومبوننت عايزه تاخد ثلاثه مفيش مشكله، يعني كومبوننت هتاخد عمودين، يبقى هنا هيديك امكانيه اكتر بكتير ان انت تقدر تعمل اللي اوت بتاعك بالشكل اللي بيناسب. وغالبا اي فورم في التاريخ يعني بتبقى زي كده، حتى انت لما هنيجي نشتغل ويب بتلاقي حسب السايز بتاع الكومبوننت، حسب الداتا اللي هتحط فيها بيبقى السايز بتاعها كبير صغير، بتاخد كذا كولوم كذا رو، هي عن طريق حاجه اسمها كولوم سبان ورو سبان الموجود في الـ في ال HTML. هنا موجود عندي اللي هو الجريد باج لي اوت. يبقى احنا ده النوع اللي بعد كده من اللي اوتس، ونبص نكمل اللي اوتس مع بعض. احنا كده قلنا البوردر بيحط خمسه كومبوننتس على اربعه البوردر وواحد في السنتر. السامبل جريد بيكون عباره عن شبكه صفوف واعمده انت بتحددها له وخلاص. بعد كده عندي السامبل جريد باج لي اوت، وده هو المهم. وانت ممكن تقسم جريد، بس تقدر تعمل كولوم سبان او رو سبان، ان انت تخلي كومبوننت تاخد اكتر من صفحه او اكتر من عمود. طب قبل ما اكمل في بقيه اللي اوت، هو الكود اللي انا بعمله ده، يعني انا مش بعمل كود اكشلي، انا عمالين نعمل ايه، ندراج ندروب ونعمل حاجات كده. طب هل ده بيأثر على الكود ازاي؟ بص كده السورس، اولا انا ما عملتش حاجه لغايه دلوقتي، فهو الراجل كاتب كود كومنت بيقول احنا اللي عملنا الكلام ده كسن او كسوري كاوراكل. وبعد كده هتلاقي بقى، وده عيب في التعامل مع اليو اي او السوينج في نت بينز، كان لازم نقول الكلام ده دلوقتي. اولا كل كومبوننت بتحطها بتتحط بتضاف از ممبر فاريبل، كل كومبوننت دراج دروب. انا مثلا هنا البيج دي فيها نرجع اللي اوت كده نعمله شكله محترم شويه، سيت لي اوت نخليه مثلا نال زي ما كان، نال لي اوت تمام زي ما كان مترتب. طيب ادي عندك اتنين بوتن، هتلاقي عندك اتنين ريفرنس نوعهم بوتن. طبعا كل الجي الحاجات اللي اقولها جي تبقى سوينج، عندي جافا اكس دوت سوينج دوت جي باتون، وده هنشرح الكلام ده بتفاصيل في السيشن اللي جايه. بس انا عايز اقول لك الكود الجنريتد تمام. خلي بالك انا بحاول دلوقتي اعدل في الكود تمام، مش راضي. بص كده هتلاقي فيه اريز كده محجوزه ولونها جراي، و variable declaration do not modify ما ينفعش تعمل لها موديفاي. يبقى ده كده الفاريبلز، كل اتريبيوت او كل كومبوننت بعمل لها دراج دروب على الجي فورم جي فريم او الجي بانل بيتعمل لها ريفرنس. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ هو عمل هنا كمان جنريتد، انا لسه ما كتبتش ولا سطر، فعايز اقول لك ايه الكود اللي هو عمله. عمل مين ميثود. طيب مين ميثود جواها ايه؟ جواها كود كتير قوي، هنقول لكم ده معناه ايه دلوقتي. بس عامله ايه؟ عامل له كولابس كده. تعالى اللي احنا نفهمه اللي هي السطر ده، او ده برضو اكشولي يعني المفروض نفهمه. خد بالك كده اقرا معايا كده وحاول تفهم. جافا دوت اي دبليو تي دوت مش مهم، ميثود بتاخد بارامتر، بس لقينا جوه البارامتر بقى نيو رانبل قوسين وكاتب ميثود اسمها ايه دي يا شباب؟ حد يقول لي كده بسرعه. انونيموس فانكشن انونيموس انر كلاس، انونيموس انر كلاس. هو الراجل هنا بيعمل حاجه اسمها ثريد، طبعا لسه ما قلناش الثريد، بس المفروض نبقى عارفين ان دي شكل الانونيموس انر كلاس. في سطر واحد جه عامل كلاس بتمبلمنت انترفيس اسمه رانبل،
وعمل اوفررايد لميثود جواه اسمها ران، وعمل اوبجكت من الكلاس اللي انا موجود جواها اللي هي اسمها فايند، انا موجود في كلاس او فريم اسمه فايند، عمل اوبجكت منه دوت فيزيبل. السطرين دول بيعمل بيعمل حاجه اسمها ثريد، قلنا ثريد يعني ايه، شويه كود هيعمل هيتعملهم ران، بس امتى الله اعلم. يبقى السطر ده هيتعمله ران اللي هو نيو اوبجكت من الكلاس دوت سيت فيزيبل، يعني اعمل فريم واعمل له فيزيبل يعني خليه متشاف، هنقول ده بعدين. بس المهم طب الكود ده هيترن امتى، الجافا فيرتشوال ماشين هي اللي تحدد عن طريق ايه، عن طريق حاجه اسمها ثريد. يهمني ايه؟ يهمني ان في حاجه اسمها انونيمس انر كلاس جواها بيتعمل اوبجكت من الكلاس بتاعتي اللي هي الفايند. طيب نيجي للكود الجينيريتد تاني، عندي بقى في حاجه بص كده جينيريتد كود كتير، ماشي جينيريتد كود ايه ده بقى، وخلي بالك ده برضو مش اديتابل، وده من عيوب النيت بينز، ان انت مش يعني في حاجه انت مثلا عايز تعدلها من جوه الكود. يعني هو اكشلي هو بيعمل ايه، هو الريفرنسز اللي عملناها اللي هو عملنا ضفنا ليبل وضفنا تكست فيلد وتشيك بوكس واتنين باتون، ماشي لسه هنعرف تفاصيلهم، بس هو بيعمل ايه، بيعمل اوبجكت منها ريفرنس بدل ما هو بنال، عمل نيو ليبل نيو فيلد نيو تشيك بوكس، عمل نيو ونيو باتونز، وبعد كده يعني بدا يست التايتل والحاجات الخاصه بالايه بالجي فريم. بعد كده بدا يست البروبرتيز بقى، والله التكست فيلد الاولاني الفاليو بتاعته التكست بتاعه انتر وات اهو، فبدا يعمل سيت لكل حاجه. ده بمجرد ان انا بس بعمل دراج ودروب. طبعا لازم نكون فاهمين الكود ده، يعني ان انت واحد بيعمل دراج دروب ومش فاهم الكود اللي بيكتب يبقى مشكله. طيب دي اول حاجه، حد يقول لي طب ما هو اصلا انت مش عارف تعمل اديت للكود، انا هعرف هو بيعمل ايه ليه؟ بصوا في اي اي دي اي تاني غير نت بينز الكود ده بيبقى عادي، في الظروف مع نت بينز يعني احنا بنعمل ورك اراوند كده، ان انت بتيجي عامل يعني كومنت للكود بتاعه كله. وبعد كده ايه؟ تاخد كوبي بيست منه هنا بره وتبتدي تكتب بقى براحتك، تبتدي تعدل فيه براحتك، بس هو يفضل يعني كريكومنديشن ان انت ما تعدلش فيه او ما تعملش القصه دي. بس لو اتزنقت وعايز تعدل في الكود اللي هو الخاص الجنريتد اللي عمله نيت بينز هتعمل كومنت ليه، بس هو اصلا مش كومنت، مش هتعرف تعمل سلاش سلاش اهو مفيش، بتعمل ايه، تعمل سلاش استريكس قبله وبعده استريكس سلاش وخلاص الكود ده ابتدي اعدل فيه. طيب يبقى انا اي حاجه بعملها على الفورم على طول بترفلكت في ايه، في اوتو جنريتد كود. طيب نرجع تاني كده، بصينا على الاوتو جنريتد كود، نكمل بقى على اللي اوت. اللي اوت اللي بعد كده حاجه اسمها سامبل فلو. سامبل فلو ده يعني حد بسيط جدا، هترمي عليه كومبوننت هيحطها لك بالترتيب زي ما انت عايز بالترتيب، عملت صغرت الحجم بتاع الفورم شويه هينزلوا في السطر اللي بعده، بس يبقى انت هترمي كومبوننت هتتحط بالترتيب كده فلو، اتحط ده وبعد كده ده وبعد كده ده 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 ده، وبعد كده انت جيت مصغر الفورم خليتها لغايه هنا هتلاقي الاثنين دول بقوا هنا وخلاص. بس هل ليه شكل لاي اوت محترم زي ده او ده؟ لا لا مش كده، مش مظبوط. انت هنا مثبت عدد صفوف واعمده وده واخد شكل وده شكل، بس هل بس انا ممكن اعمل ايه، ممكن يبقى عندي فورم وفورم تانية، الفورم دي فيها كومبوننتس كتير ودي فيها كومبوننتس كتير، وعايز لو هو صغر الشاشه لو شغل صغر الفريم ده ينزل هنا، يبقى ممكن تخلي الاثنين دول موجودين على فورم على بانل ثالثه، والبانل الثالثه دي هي اللي فلو. يبقى انا هعمل معلش هنقول بس الاستخدام بتاع الفلو ده وامتى نحتاجه. بصوا يا شباب هعمل بس نيو شير على الوايت بورد، لو انا عندي فورم كبيره كده محتاج يبقى عندي فورم وجواها فورم وفورم تانية اهي، او خليها بقى نتكلم بلغه السوينج، عندي بانل
ادي عندي ده فريم وعندي بانل 1 وبانل 2، وانا عايز بقى لو هو عمل ريسايز صغر السايز بتاع الفريم اللي بره ده ما يحصلش ان دي تاكل منها اجزاء، لا دي تنزل هنا بقى. هنعمل ايه؟ هنيجي عاملين البانل دي والبانل دي على كونتينر يكون اللي اوت بتاعه فلو بس. اوتوماتيك بقى لما تعمل كده هتلاقي عندك حصل الشكل ده. ادي دي مثلا بانل وبانل وبانل، اول ما تصغر هتلاقي البانلز ترتبت بالشكل ده. بس جوه البانل بقى غالبا يعني ريكومند، يعني انا بنصحكم تشتغلوا بالايه بالجريد باك. نكمل. في عندي حاجه اسمها بوكس لي اوت. البوكس لي اوت انا جبت لكم يعني حاجه كده شويه فايلز حتى برضو نتعرف على الاكستنشن الجديد ده. في عندي فايلز الاكستنشن بتاعها GNLP جافا نتورك لونش بروتوكول. الجي ان بي ال دي يا شباب هي عباره عن ملفات جافا موجوده عندي هنا كلاينت، موجوده عندي على الديسكتوب، بس الريسورسز والحاجات اللي موجوده عليها موجوده على السيرفر، موجوده على ويب سيرفر. ما علينا، بس عشان لو قابلت فايل بالشكل ده تبقى عارف هو ده ايه. هو ده اهو لما دبل كليك عليه، فانت بقى بص كده او هتلاقي فيه ابلكيشن موجود تبع الجافا فيرتشوال ماشين، لا مش الجافا فيرتشوال ماشين، الجي دي كي، وهيعمل ران وهيجيب الكنترولز او اليو اي ده من اللوكيشن ده من على اوراكل دوكس. تمام اهو ده كده فريم او فريم معمول له بوكس لي اوت. الجي ان ال بي معناها ان الكنترولز دي جابها دلوقتي من على السيرفر، يعني المفروض ان انت لو عندك فايل زي ده وحاولت تعمل له ران من غير انترنت كونكشن ما يكونش مظبوط. طيب ايه بقى البوكس لي اوت؟ البوكس لي اوت يا شباب هو في بتحتاجه امتى؟ بتحتاجه لو عايز الكنترولز بتاعتك تكون ثابته في مكان معين. ده ما تعمل ريسايز هي مكانها ثابت كده. ممكن تخلي كنترولز موجوده هنا وكنترولز تحت ثابتين بوكس، ماشي، ممكن تثبتهم في اي مكان في البوكس في الصندوق اللي قدامنا ده. تمام as you like. تعال نشوف البوكس لي اوت التاني ده، هنشوف الكود بتاعه وهنعرف ازاي نتعامل معاه، بس احنا بنقول الفيتشرز بتاعته الاول. اهو كنترولز متثبتة باشكال مختلفة. تمام بيتعمل لها حاجة اسمها جلو. جلو زي الغيرة ده، الغيرة ده لانت بتيجي ماسك الكومبوننت دي وتعمل لها جلو، تلزقها كده في اي بوزيشن خلاص، مهما تحرك مهما تعمل ريسايز هم ثابتين عند البوزيشن ده. دي الاشكال المختلفة للايه للبوكس لي اوت. ده شكل اهو، بص كده معايا. لو انت عايز لاي سبب من الاسباب يبقى عندك، بص الكنترولز اللي موجود عندك هنا كـ X axis هما مش aligned، ده عند الـ X هنا مكانه هنا وده مكانه هنا، يعني في X قيم X مختلفة، يعني أفقيا هما مش قصاد بعض. تمام وده عشان تعمله، ولو حصل resize ولو انت عامل لي أوت تاني لا هتلاقيهم اختلفوا، لكن هنا شايف القيم أو البوزيشن بتاعهم ثابت. هنا نفس الكلام الـ Y alignment الـ Y axis، بص vertically هما ثابتين، ده قبل او اعلى شويه من ده وهكذا، الاثنين دول قصاد بعض. طيب ده يبقى انا لو عايز اعمل لي اوت يكون البوزيشننج فيه انا اتحكم فيه
عند او الاماكن بتاعه الكنترولز ثابته عند بوزيشنز معينه، يبقى انا وانا مغمض اختار الايه البوكس لي اوت. نيجي بقى للنوع المهم جدا برضو. يبقى احنا قلنا في حاجه مهمه قوي اللي هي الجريد باج لي اوت، اللي هو بيثبت لي الكنترولز في جريد كده او في شكل شبكه، بس بقدر اتحكم في الويتس بتاع كل واحد. في عندي بقى حاجه اسمها الكارد لي اوت. كارد لي اوت، عارفين الورق بتاع الكوتشينا بلاين كاردز، انت بيبقى عندك كومبوننت وراها كومبوننت وراها كومبوننت وهكذا، وفي اي وقت تظهر اللي انت عايزه، في اي وقت تظهر اللي انت عايزه. تعالوا ناخد مثال عليه. هنعمل ران بس للمثال وبعد كده نبقى نشوف الكودينج بتاعه لما نيجي وقت الكودينج. بص كده، دي بانل، البانل انا عامل بانل هنا يا شباب اسمها ايتمز. البانل ايتمز مكتوب جواها كلمه ايتمز وهي لونها احمر كده وخلاص عشان انا اهلاوي بس. بعد كده عندك في بانل عامل نيو بانل اسمها كاتيجوري، مكتوب جواها كلمه كاتيجوري. وعايز بقى في فريم اسمه بي او اس مين فريم، زي ما احنا ممكن نحتاج، يبقى عندي منيو، يبقى عندي اي شكل من الاشكال منيو كده وفيها بختار عايز الايتمز، ادوس هنا يجيب لي الايتمز فورم كده كامله اشتغل عليها. هنحتاج نعمل حاجه زي كده تمام. فهو اكشولي هم موجودين فوق بعض، موجودين فوق بعض كده ككاردز فوق بعض، وانا حسب كل ما بعمل كليك على بتن من دول هو بيعمل سيت للكارد اللي يظهر عندي حسب ما انا عايز. طيب ده كده بالنسبه للكارد لي اوت. شفنا بقى موضوع ان انت عايز ده كده بس، احنا عملنا الكلام ده. لو انت عايز تعمل سيت للي اوت، فانت بتيجي بقى في النافيجيتور وبتختار الفريم او البانل اللي انت عايز تشتغل عليها، ورايت كليك وتقول له تختار سيت لي اوت وتختار اللي اوت اللي انت عايزه. ده حاجه. الحاجه الثانيه، انت ممكن تيجي تعمل رايت كليك في المكان اللي انت عايزه وسيت لي اوت الكونتينر، بس خلي بالك لازم يكون كونتينر. كونتينر يعني اما جي فريم او جي بانل. تيجي على البانل او الفريم وتعمل رايت كليك وتختار ايه سيت لي اوت، وتختار من اللي اوتس اللي موجوده. احنا اتكلمنا عن البوردر الابسوليوت ده يا شباب. الابسوليوت لي اوت هو الديفولت، يعني زي ما هنقرا دلوقتي هو بيبقى ديفولت. يعني ايه؟ يعني انت حطيت دي هنا في مكانها كده خلاص، مكانها ده كلي اوت ما يتغيرش. هتعمل ريسايز ولا اي حاجه، ده كده الابسوليوت. ابسوليوت يعني بياخد قيم مطلقه او قيم ثابته للايه للبوزيشنز او للاماكن بتاعه الكومبوننتس. قلنا بقى ده بقى تفاصيل الكلام اللي احنا رغينا فيه من شويه. البوردر لي اوت هاز 5 ارياز، نورث ساوث ايست اند ويست، ويسترن سنتر. عندي خمس اماكن. هاز سنتر اريا ذات اكسباند تو فيل افيلبل سبيس، يعني لو اتبقى عندي مكان فاضي، لو ده مثلا النورث واخد حته صغيره والويست وال ساوث والايست واخد اماكن صغيره، السبيس كله بيتضاف على السنتر اريا. طيب البانل جريد احنا بقى اتكلمنا عنه، والفكره فيه ان هو بيدينا سبان روز اند كولومز، اقدر اوسع في الكولومز والروز في الجريد بتاعتي. هنا بقى مالتيبل او الجريد باج كونتينر، ازاي اعمل حاجه بالشكل ده؟ لو انا شغال بالجريد او باي حاجه تانية مش هقدر اعمل الاينمنت بالشكل ده. يعني انا هنا مثلا ركز كده معايا، ده شوف لو قسمنا الجزء ده كده، ده عندي رو اتنين رو وتلاته كولومز، ده عندي واحد اتنين تلاته، وعندك صف واحد واتنين، ده كونتينرز جواها كمان كومبوننت تمام. فقدرت ان انت تعمل كومبوننتس بلاي اوت محترم انت عايزه، انت عايز كده. نيجي بقى الحته نسيت اقولها لكم اللي هي البادنج.
لو انت عايز الكومبوننت نفسها يبقى ماشي، انا هحط الكومبوننت دي جنب دي. طب لو عايز اسيب مسافة ما بينهم، لو تفتكروا دي برضو بما اننا بنتكلم عن لاي اوتس وهو ده وقتها، يعني لو جيت هنا على الفايند دي واختار الديزاين، يظهر لك هنا النافيجيتور، اختار اللي اوت بتاعك جريد باج لي اوت، ونختار كاستمايز لي اوت. انت هنا لو عايز تعمل مسافات بقى، مسافات ما بين كومبوننتس، ادي كومبوننت وكومبوننت ايه، عايز توسعهم عن بعض شويه، يعني بص كده تبتدي تحرك الكومبوننتس. في هنا عندك ايه الجريد ويدث، تمام، عندك صلاحيات كاملة ان انت تمسك كل كومبوننت تبعدها شوية عن الكومبوننت اللي قبلها، مش لازم يكونوا لازقين في بعض عن طريق ايه البادنج. بص كده ماشي، انا الكومبوننت دي مديها صفين او واحد اتنين تلات صفوف وعمود واحد. طب جوه بقى الصف والعمود ده عايز تعمل حاجة اسمها internal padding، عايز تديها سايز اقل، تكبرها شوية، تمام، براحتك، كل ده يرجع لك اهو horizontal، تزود زي ما انت عايز. طبعا ده يعني ايه غير السايز اللي هي واخداه، يعني انا ككومبوننت واخد الكلام ده بس internal اللي بقى جوه السايز اللي انا واخده العمود وثلاث صفوف، لو عايز اصغر او اكبر او اعمل بيدنج بتحكم في الكلام ده عن طريق الايه الكاستمايز لي اوت اللي بنختاره عن طريق الايه الرايت كليك. طيب نكمل مع بعض. الكاستمايز باج قلنا او رايت كليك، انا بس كاتبه كريفرنس علشان الناس إيه لو نسيت، وعندنا التول هنا ممكن تقدر تعمل كاستمايز as you like. اللي اوت ده بقى بعمل له سيت عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها اللي اوت مانجر. تعال كده نبص على الكود بتاع اللي اوت مانجر ده. في حد بيسأل جلوبال اكاديمي بيقول لي مساء الفل، انا بكلم نفسي ولا ايه؟ طيب مساء الخير. ماشي، ده بيقول لنا كلنا. هلال ازيك يا مستر هلال؟ طيب طيب بصوا يا شباب، تعالوا هنا كمثال ازاي تعمل لي اوت مانجمنت. انت مبدئيا كده انت لما بتيجي تعمل سيت للي اوت مانجر من هنا، هتلاقي في الكود اوتوماتيك في الجنريتد كود هو عمل ايه، اختار يو اي مانجر لوك اند فيل، انا في عايز بس اللي اوت سوري لي اوت. الاكزامبل التاني ده عايز اكتبه معاكم واحده واحده، ركز بقى معايا كده. بيجي عامل نيو جريد لي اوت سيت، بيجي ماسك الاوبجكت بتاعي. الاوبجكت بتاعي انا عندي كلاس اسمها ايه، اسمها جي فريم، عايز الفريم ده اقول له ان اللي اوت بتاعك نوعه كذا نوع كذا، دي احنا بنعملها ويزرد. بس هو بيكتب ايه اهو، جيت كونتينت بين، جيت كونتينت بين، تمام، دوت سيت لي اوت، وبديله نيو اوبجكت من جافا اي دبليو تي جريد باج لي اوت. يبقى اللي اوتس موجودين في جافا اي دبليو تي مش جافا سوينج، دي اللي اوتس. يبقى لاي سبب من الاسباب عايز تعمل سيت للي اوت،
انت خلاص احنا بنعمله بالويزرد. بس لو عايز تكتب كود يبقى get content pane dot set layout وتدي له object من layout type اللي انت هتختاره هنا. طيب هنعمل layout الكارد layout دلوقتي عشان نتأكد منه. هنا بيقولك لو انت عايز تعمل combining, لو انت عايز يبقى عندك فريم عليه layouts كتير, بسيطة بسيطة جدا. الفريم الديفولت بتاعه border مثلا, ركز بقى معايا كده. انا عندك ايه؟ عندك ادي بانيل اهي واحد, وادي بانيل اتنين, بانيل تلاتة, بانيل اربعة. عايز يتنظمه بالشكل ده اوتوماتيك, خلي الفريم كله بوردر. طيب بعد كده تعالى بقى جوه ده, جوه البانيل دي اعملها مثلا جريد باج زي ما هو عامل دي جريد باج. خلاص عايز دي الداتا تبقى فلو, خلاص خلي السايز بتاعه كده وحط الداتا وخلي الفلو اللي اوت بتاعه فلو, هتلاقيهم اتحطوا كده اوتوماتيك ورا بعض. عايز داتا تتحط بالشكل ده, هو ده كده 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 تيبل يعني ماشي. عايز تحط داتا بالشكل ده خليها جريد, يبقى كلها كولومز وروز واخده نفس الشكل تمام, او البانل دي محطوط فيها تيبل وهي واخده جريد. يبقى انت ممكن يبقى عندك بيج او سكرين او فورم كبيره قوي, كل جزء منها كل كونتينر اللي هو اسمه هنسميه بانل او سكرول بانل, كل واحد منهم رتبه زي ما انت عايز, اعمل اللي اوت بتاعه زي ما انت عايز. ممكن تخليه بوردر, تخليه فلو, جريد باج, بوكس, كارد لي اوت, زي ما انت عايز. ده ممكن نعمل الكومبينيشن دي. طيب لما بعمل بقى فريم, تعالوا بقى نبص شوية تفاصيل في الفريم بما انه اول كومبوننت هنتعامل معاه. هنا انا طبعا هنا الكود ده هنشوفه دلوقتي, هنكتب كود دلوقتي بالشكل ده. بس هنا هنا برضو بيتكلم عن البانل. تعالوا ازاي بقى بما اننا بنتكلم عن الفريم, هنشوف بقى ازاي نضيف فريم من على النت بينز. بتروح على الباليت بتاعتك وبتختار فريم دراج, بتكريت فريم, بتكريت نيو فريم تمام زي ما عملنا, فايل نيو فريم, وبعد كده تعمل سيت للي اوت بتاعه, سيت لي اوت مانجر. بعد كده وانس ان انت فتحت الفريم ده في الديزاين فيو وكده في السورس, ده فريم, اي فريم من دول اهو الانتنا فريم ده, اول ما هتعمله كفريم هيظهر لك هنا واخد الايه الايكون دي. بعد كده خلي بالك الفرق ما بين الفريم والبانل, بص كده هو طبعا مش واضح قوي بس هنا في سهم كده او مثلث. المثلث ده معناها ان هو رانبل, يعني هو ده ممكن يبقى ابلكيشن, ممكن تطلعه جار كده وهو يشتغل. ده معناه ان هو توب ليفل كونتينر زي ما اتفقنا. البانل ما بيبقاش عليها السهم ده, بس ده كونتينر وده كونتينر, ده اوت او توب ليفل كونتينر وده انترميديت كونتينر. طيب وانس ان انت عملت فريم حتى لو فاضي هتلاقي, وانت واقف على الديزاين هتلاقي الباليت ظهرت, ابتدي دراج الكومبوننت زي ما انت عايز. هتعمل سيت للي اوت عن طريق قلنا رايت كليك وتختار اللي اوت اللي انت عايزه, او من وانت معلم هنا هيظهر لك النافيجيتور تختار الفريم وتعمل سيت للي اوت زي ما انت عايز, زي اي لي اوت انت حابه. طيب فاين تيون كومبوننتس, فاين تيون كومبوننت بروبرتيز. طيب ايه بقى القصه دي؟ بص اي كومبوننت سواء بقى فريم سواء اي حاجه بيظهر لها, انت بتعلم عليها بس بيظهر لك هنا الايه البروبرتيز, بيكتب لك اسم الكومبوننت بروبرتيز. هو الكومبوننت هنا اسمها جي فريم بروبرتيز. ايه بقى البروبرتيز؟ قابل ديفولت كلوز اوبريشن, بما ان ده هيبقى كونتينر ممكن تقفله في اي وقت. طيب ال default close operation لما تيجي تقفله ايه اللي يحصل؟ اول حاجه هايد,
زي ايه؟ زي السكايب. سكايب بيبقى شغال كلوز يجي يعمل له مينيمايز، يا ابني الناس اقفل مفيش، تمام؟ يبقى الديفولت كلوز اوبريشن انت بتحددها هنا. يعني مثلا هنا لو انا قلت ايه هايت، تعالى نعمل رن للانتنة ده، وطبعا دي يا شباب بتكتب بالكود يعني عادي جدا، عادي بالكود. هو طبعا شكله ما سمعش لانه عمل كلوز اصلا بالكود ديفولت. طيب هو ما سيفش. بص تمام من البروبرتيز، لا انا عملت بروبرتيز على حاجه تانية غير ده. طيب معلش انا عملت ران لحاجه تانية. ده مثلا الكونتاكت اديتور. كونتاكت اديتور ده فريم، هختار مثلا هايد في دو نوثينج، يعني تناحى كده ما يعملش اي حاجه. انا هعمل رايت كليك عليه ونعمل ران. اهو مفيش كلوز. لا ممكن بقى يبقى عامل هو زرار كده تدوس عليه هو اللي يعمل كلوز. طبعا كده احنا اتزنقنا مش هنعرف نعمل له كلوز، بس بنعمل هنا خلاص نكلوز الابلكيشن او نستوب الابلكيشن خلاص. طيب الكلام ده بقى بيسمع فين في الكود؟ هتلاقيه كاتب this dot set default close operation، بس كتبها فين بقى؟ جوه الكود اللي هو auto generated. يبقى set default close operation java dot swing dot window constants، طبعا دي constant class هو عامل utility class don't do nothing on close. بس يبقى كل اللي انا بعمله بيبقى في الاخر موجود في شكل جافا كود. ليه بوريك السورس كود؟ لان حتى الجنريتد لازم تبقى فاهمه، لان انت ممكن احيانا تتعامل مع اي دي غير النت بيز. ممكن تتعامل مع اي دي ما بيعملش دراج دروب، هتكتب انت الكلام ده بايدك. طبعا انت عمرك ما هتختار ان انت تعمل كده في نفسك انا، بس ما تعرفش الظروف، احنا بنحاول نفهم كل حاجه. طيب دي من البروبرتيز الموجوده، احنا هنعدي عليهم كده بسرعه. في عندي بروبرتي مهمه جدا اللي هي التايتل، الاسم بتاع، احنا بس عايزين نخلي دي اكزيت اون كلوز عشان نقدر نقفله. تمام لو انت عملت كليك هنا ورن، طبعا احنا ممكن نعمل حاجه يا شباب معلش برضو قبل ما اعمل ران دي، احنا كنا هنتست حاجه بس عشان احنا قلناها قبل كده. لو انا عندي اكتر من فورم، عايز تخلي فورم هي المين، لما اعمل ران للابلكيشن يبتدي منها، يبقى اللي هي بيسموها اللاندنج بيج او الاندكس بيج، بتعمل بروبرتيز على الابلكيشن كله وبتختار ران وبتختار هنا الايه الجافا كلاس اللي هيبتدي منها. انا عايز هنا مثلا يبتدي بالايه بالكونتاكت اديتور سيت مين كلاس، بس خلاص. لما انا هنا بقى اعمل ران كده على طول هيعمل ران للمين كلاس بتاعتنا، و كنا اخترنا الديفولت كلوز اوبريشن كلوز. طيب كنت عايز اقول لكم بقى على موضوع التايتل. التايتل اللي بيظهر هنا ده هو الايه، هو التايتل في البروبرتيز. في بقى عندي بقى اولويز اون توب، تمام؟ يعني لو عايز تخليه دايما هو اللي ظاهر في الوش، يعني مهما تفتح اي حاجه لا ده هو اللي في الوش. الباك جراوند، يعني كل الحاجات دي هنبتدي بقى ايه نعرفها واحده واحده واحنا شغالين. يهمني حاجه الماكسيمم سايز والمينيمم سايز. انت ممكن تخلي الفريم بتاعك مش ريسايزبل، ممكن تثبته، تمام؟ طيب حاجه تانية، تعالى كده ركز معايا. لما انت بتعمل ران بيران فين؟ هتلاقي ران وفي الكورنر كده. طب لو انا عايزه بقى يران كده زي الناس، يعني في النص ويبقى ماكسيمم، يبقى كده زي برنامج عادي كده ابن ناس، تعمل الكلام ده ازاي؟ طيب نعمل الكلام ده عن طريق زي ما انا شارح لكم هنا حاجه اسمها سيت لوكيشن وسيت ايه سايز. احنا كده يعني ده الستبس عشان تكريت فريم، وادي الكومبوننت يعني جاست دراج دروب.
تعالوا نبص على الكود ده ونشرحه. لا ده انا ما جبتش الكود ده. طيب هوري لكم الكود نكتبه مع بعض. بصوا يا شباب، ركز بقى معايا. حاجة زي كده لما بعمل لها ران بترن في الفول سكرين مود، فول سكرين، وحتى لو انا مش عامل لها فول سكرين بص كده واخده سايز عادي. لا انا كده عملت رن لحاجة تانية، واخده سايز مش كبير بس سنتر. طب ازاي عملت لها سنتر دي بقى؟ ركز بقى معايا كده. set location، في عندي هنا في البروبرتيز حاجه اسمها set location، حاجه اسمها location، وده الديفولت location انا بس عايز اقف على الفريم. ماشي، في بروبرتي اسمها لوكيشن نوت سيت، هو في الاول مش مديله لوكيشن. طب عايز اديله لوكيشن، والله بقى ايه، هتكود ماشي، هتديله قيم ماشي ماشي، كاستم كود، عايز تكتب كود سيت لوكيشن وتكتب الكلام اللي احنا كاتبينه هناك. هو هي لو انت كتبت، ركز اقول تاني، اللوكيشن انت عايز تديله قيمه، اللوكيشن ده اللي هو هيبقى اول ما يعمل ران هيكون ظاهر فيه الفريم، عايز تديله static values شغال، عايز تديله قيمة من component، ودي يعني مش وقتها اقولها لكم عشان ما نتلخبطش، عايز تديله custom code. شوف بقى لما قلت custom code عمل ايه، كتب على طول set location ومديك مكان تكتب. طيب اوتوماتيك هيعمل ايه؟ هيجي واخد الكلام ده يرميه جوه ال generated code اللي احنا ما بنعرفش نedit فيه. طيب ممكن تعمل بقى ايه؟ ممكن تيجي في الكونستراكتور بتاعت الفور بتاعت الفريم. هو اول حاجه بيعملها عامل هو الميثود اللي احنا مش عارفين نقرب ناحيتها دي، اسمها init components، يعني initialize component، يعني اعمل ادي قيم بدائيه او اعمل settings اعداد للكومبوننتس اللي موجوده عندي. بعدها بقى هتنادي انت بقى الميثود اللي هو كان طالبها منك set location. set location هنا استخدمنا حاجه اسمها toolkit get default toolkit get screen size، بتجيب السايز بتاعت السكرين اللي انت شغال عليها، مش قيمه ثابته. ما انا لو مديله قيمه ثابته ابعاد مثلا سي 600 في 800، طب لو جيت اشتغلت على كمبيوتر تاني او شاشه يعني او ريزوليوشن، مش الشاشه بقى، ريزوليوشن مختلفه، هتلاقي شكل الشاشه مش تمام. عايز تظبطها بقى بتجيت toolkit get default toolkit get screen size. بعد كده جيت السكرين سايز ده بقى اقسمه نص العرض ونص الارتفاع والكلام ده، هتيجي اعمل سيت للايه، للوكيشن، بتدي له الاكس والواي بالشكل ده وخلاص. يبقى انت هنا عن طريق السطرين دول هتقدر تسيت اللوكيشن في نص السكرين بتاعتك بالظبط في الوسط. طيب لو انا عايز اعمل له بقى ماكسيمم كده، عايز اخليه يبقى ماكسمايزد، بقى في عندي اوبشن اسمها سيت اكستندد ستيت. اكستندد ستيت يعني السايز بتاعك هل هو ماكسيمم هوريزونتال ولا ماكسيمم فيرتيكال، وهي اكستندد ستيت موجوده هنا يا شباب. تمام، كاستم كود، عايز تعمل اي حاجة اللي رايحك. طيب انا هنا تعالوا نشوف بس الستيتس المختلفة من غير ده. لو انا عامل ران هتلاقي هو عامل سنتر ومديها سايز معين. لو انت عايزه يبقى ماكسيمم، عايزه يبقى كده، بتقول له ماكسمايز بس ايه، او ادي له اقصى قيمة هوريزونتال افقيا، عايزه يبقى عادي كده وماكسيمم في اتجاه فيرتيكال راسي يبقى ماكسمايز فيرتيكال. في عندي اوبشن ثالثه بقى اللي هو ماكسمايز بوث، يعني يبقى خليه ماكسيمم
في الاكس والواي، يبقى set extended state. طبعا احنا بقى ايه لازم نعرف الميثودز اللي موجوده في السوينج، طبعا مش بنحفظها يعني، هي بتبقى ريفرنس كده موجوده معاك بس هتستخدمها امتى، مفيش حد بيحفظ كود. بتدي وبياخد هو انتجر موجود في كونستنت موجود في الكلاس اللي هي gframe.maximizeBooth، لما هعمل له run وهو في الستيت دي هتلاقي عمل له ماكسمايز. طيب ده شكل بتاع جي فريم، انا عامل جواه اتنين بانلز. طيب معلش بقى هدخل بقى في حتة تفصيلة كده صغيرة علشان احنا هنحتاجها. احنا كده قدامنا يعني ممكن ناخد كمان ايه نص ساعة كمان ان شاء الله، بس لغاية دلوقتي هل في اي غموض؟ انا عارف انه احنا بنشرح نظري لسه ما طبقناش، بس احنا هو اوريدي احنا بنتكلم في نظري بس يعني ما اتكلمناش في حاجة عملية قوي. هل في حاجة غامضة في الكلام اللي أنا قلته؟ أي سؤال؟ تمام. بص يا شباب، الفريم ده أنا عامل فيه حاجة يعني شبه اللي احنا هنعمله في الابليكيشن بتاعنا. احنا هنبقى محتاجين ايه؟ يبقى محتاجين عندنا منيو، لما اختار منها حاجة يغير لي في البادي. يعني اكيد مش هعمل فريم يفتح لما اخلص فيه يتقفل ويفتح فريم تاني، لا. هو الصح ايه؟ الصح زي اي ويب سايت موجود لينكس بتختار منها يغير لك البادي بس. طيب ده بيتعمل ازاي بقى؟ ده هنعمله، او انا عامل هنا بروبوزل يعني او مقترح كده حاجه بسيطه قوي على حسب الامكانيات الحاجات اللي احنا عرفناها. انا عندي ده فريم اهو، ده جي فريم، عملت دراج لبانل، شديت بانل دراج دروب، دراج بانل دروب، وبعد كده مسكت البانل دي حطيتها في البوزيشن ده وعملت لها ريسايز بالشكل ده. احنا برضو كل ده هنظبطه بعدين. بعد كده عملت وقفت على البانل واخترت البروبرتيز بتاعتها، عايز ادي لها اسم بقى جوه الكود يبقى معروف لان انا هتعامل معاها كريفرنس. هو الطبيعي بص كده انا عملت دراج دروب هيبقى ليها اسم ايه؟ بص جوه الكود هتلاقي مديها جي بانل 1 جي بانل 3 اي حاجه. تمام، تعالى للاتريبيوتس اهو جي بانل 1 بسميها كده. طب انا عايز اتعامل معاها اقول له جي بانل، عايز اديها اسم بقى اهو من بروبرتيز دي البروبرتيز بتاعتها. طب بالنسبه للكود هتعامل معاها ازاي؟ في عندك حاجه بقى هنا تاب اسمها كود، كود فاريبل نيم اسمها ايه جوه الجافا، هنسميها مثلا ايه فوتر بانل خلاص كفاريبل جوه الجافا. هتلاقي الفيلد ده بقى اسمه ايه فوتر بانل وخلاص، تتعامل معاه جوه الكود بقى ان هو فوتر بانل. بقى عندك ممبر فاريبل او انسنس فاريبل اسمه فوتر بانل، اتعامل معاه كاوبجكت عادي جدا. طيب انا عملت ايه بقى؟ عملت حاجه هنا وسميته جوه الكود، سميته منيو بانل وحطيت جوه اتنين بوتن دراج او هعلم عليه بس كده، واجي هنا في السوينج كنترولز الاقي زرار اهو دراج دروب، هسميه مثلا ايه بص ركز معايا، هو بيسميه جي باتون كذا زي ما هو عايز. عايز تعدل الاسم بتاعه علم عليه قبل ما اعلم عليك، واختار هنا الاسم بتاع فاريبل نيم، ده الفاريبل نيم جوه الجافا. عايز البروبرتيز اللي ظاهر قدام الناس اسمه اهو، ليبل الاسم بتاعه ايه هسميه مثلا ايه جو تو ستور خلاص. يبقى ده الليبل بتاع الباتون. الباتون فيه تفاصيل كتير قوي هنتكلم فيها ان شاء الله المره الجايه، احنا النهارده بنتعرف على السوينج. طيب بعد ما ضفت الكلام ده عملنا ايه بقى؟ عملنا هنا بانل وسميناها في الكود، الاسماء اللي بتظهر في الكود في التابه بتاعه الكود سميناها variable name body panel، body panel. طيب عايزين نعمل ايه بقى يا شباب؟ انا عايز زي ما انت شفت كده
لما هعمل run يظهر لي ال two buttons دول، ادوس على البتن دي يجيب لي ال item panel، ادوس على البتن ده يجيب لي ال category panel. وقلنا كل واحدة من دول عبارة عن panel انا معرفها بره كده خالص، ودي بقى هضيف فيها components وهعمل فيها بص يعني اللي انت عايزه، فيها اي حاجة، فيها اي زي ما انت عايز اهو، button text area زي ما انت حابب. دي في الايه، في ال category panel. هو بس ايه، مش اي حاجه بتتحط وخلاص، خلينا نكتفي بالحاجات اللي موجوده قدامنا دي. وهيبقى عندي الايتمز برضو جواها، بلاش اللون الاحمر ده، احنا يعني اهلاويه بس مش قوي كده يعني، نغير اللون ده عشان اللون ده مزعج شويه، من الباك جراوند. خلي بالك انا عندي فيه ليبل اهو، شيله خلاص. عندي البانل اللي هي اسمها item panel، ممكن تغير بقى الباك جراوند من البروبرتيز، تغير الباك جراوند كولر تخليه مثلا سي جراي كده وخلاص. وبرده ممكن نحط عليه whatever components اللي انت عايزها. بعد كده المطلوب لما انا اعمل run للمين بي او اس فريم، الباتونز دي كل باتون هيفتح لي ايه فورم، وده الطبيعي اللي احنا عايزينه. طيب ده بقى بيتعمل ازاي؟ احنا من شويه، من شويتين قلنا في عندي حاجه اسمها كارد لاي اوت. كارد لاي اوت لازم بقى نتعامل معاه مظبوط. ايه بقى الكارد لاي اوت وبنتعامل معاه ازاي؟ اولا انا عندي الفريم عليه حاجتين بس، عليه بانل وبانل، اهي بانل وبانل. البانل دي انا ممكن اديها اسم، او انا مديها اسم في الكود منيو بانل، بس طبعا المفروض الاسم بتاعها يبقى ايه، يبقى بيبتدي بسمول لان ده فاريبل حسب النيمينج كونفنشن بتاعتنا او بتاعتهم هم. طيب دي ما فيهاش مشكله. البادي دي انا عايز بقى البادي ده لما ادوس على الزراير دي يبتدي ايه، يغير، يخلي ده ايه، مره item panel ومره category panel. اعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان انا اجي في الفريم نفسه بعد ما عملت له initialization للكومبوننت ده جوه الكونستراكتور. يا شباب جوه الكونستراكتور، وبعمل add البانل البادي بانل. احنا عندي بادي بانل واللي هي البانل الثانيه اللي على الجنب، انا ممكن اعمله ران واخليه جنبنا كده نبص عليه. تمام، حلو قوي، ركز بقى معايا. ده البادي بانل، انا هعمل ايه؟ انا عايز وهو لما اجي اشتغل بيه يبقى هنا في عندي اتنين بانل بس ظاهر واحده، والزراير دي بتغير. ده كده كان ران قديم ماشي زي ما احنا شايفين. الكلام ده بيتعمل ازاي؟ ركز معايا بقى في الاماكن. اول حاجه ده الاكشن بتاع الايه، الباتونز اللي انتوا اصلا لسه ما تعرفوش. انا بس بتكلم على ايه، على موضوع الكارد لاي اوت. بص بقى انا هاجي على البادي ده واخليه اللاي اوت بتاعه كارد. دي اول حاجه، اول حاجه خالص هاجي على البادي ده اللي هو ده، وهاجي في النافيجيشن وهقول له يا بادي لاي اوت بادي بانل سيت اللاي اوت. انا عملت اهو رايت كليك سيت اللاي اوت وخليت اللاي اوت كارد. طيب ده اول حاجه، يبقى هتلاقيه عمل ايه، جه في الكود اللي هو الجنريتد كود
وعمل السطر اللي انت شفته دلوقتي انا كنت بدور عليه body layout dot set layout new java ewt card layout. طيب بعد كده انا هاجي بقى في الكونستراكتور هقول له والله خد عندك بقى ضيف على البادي بانل نيو ايتم بانل ومدي ككارد لي اوت مدي له اسم. انا بضيف كومبوننت وبديلها اسم مش انا البادي الكارد لي اوت عباره عن شويه ورق ورا بعض شويه بانلز ورا بعض كل كومبوننت هديها اسم اهو دوت اد نيو ايتم بانل ضيفها على البادي بانل ضيف على دي الايتم بانل وسميها مدي لها اسم الاسم ده اي اسم سميها items underscore card والاسم ده افتكره وبعد كده ضيف لي برضو على دي على البادي ضيف لي عليها حاجة اسمها new category layout اللي هي دي new category panel sorry new category panel والكارد layout الكارد ده او الكارت ده سميه category card بس. بعد كده اجي بقى في الزراير لما بدوس على button كده هنعرف بقى هو بيعمل ايه. هو بيكتب كود او بيعمل ميثود بشكل معين. انا هعمل ايه؟ هكتب كود اخليه يخلي الكارد اللي ظاهر اللي هو الايتم وهاجي في البتن بتاع الكاتيجوري لما ادوس عليه عايز البانل بتاعه الكاتيجوري هي اللي تظهر. طيب بنعمل الكلام ده ازاي؟ هما الاثنين تحت بعض قدامنا اهو. ده كود بقى مش هيبقى جنريتد انا هكتبه. بعمل ايه؟ بعمل ريفرنس من كارد لي اوت جيت البانل جيت لي اوت البانل البادي بانل جيت لي اوت واللي اوت اللي راجع ده انا متاكد ان هو نوع كارد لي اوت لان انا لسه عامل له سيت بايدي دلوقتي. فالريفرنس اللي هو معايا ده من الكارد لي اوت هقول له شو اظهر لي على البادي بانل الكارت اللي اسمه ايتم كارد. فلما فعلا بدوس اهو بيعمل ايه؟ بيروح اول ما بدوس بيروح على البادي بانل يشوف اللي اوت ايه يجيب اللي اوت ويقول له اظهر لي الكارت اللي اسمه ايتمز. هدوس على الكاتيجوري هيعمل ايه؟ هيروح يجيت من البادي بانل جيت اللي اوت وبعد كده اللي اوت ده اظهر لي على البانل الكارت اللي اسمه كذا. يبقى هنا قدرنا نتحكم في موضوع ايه اللي يظهر عن طريق الكارد لي اوت. تاني بسرعه باجي على البانل اللي انا عايزها تظهر اكتر من حاجه اكتر من بانل بس حسب انا اتحكم. فهعمل ايه؟ هاجي عليها واقول set layout وعملنا الكلام ده برضو من النافيجيشن set layout واخترنا اللي اوت بتاعنا كارد لي اوت. بعد كده هو اوتوماتيك بقى هيجي كاتب سطر في الاوتو جنريتد كود يست الكارد لي اوت يست اللي اوت بالكارد لي اوت. بعد كده انا اعمل ايه؟ هاجي في الكونستراكتور او ويريفر بس اهم حاجه بعد اللودنج يعني بعد ما انيشاليز الكومبوننت هقول له ايه البانل بادي بانل اد وهاجي اعمل ريفرنس من الايه من البانل اللي هي الايتمز وهسميها اسم وهعمل الاوبجكت من الكاتيجوري بانل وهسميها اسم. وبعد كده في الاكشن وهنعرف يعني ايه الكلام ده بعدين السيشن اللي جاي ان شاء الله الاكشن اللي هيحصل او اللي هيتنفذ لما انا دوست على الزرار ده هقول له ايه هات اللي اوت بتاع البادي بانل واظهر لي عليها الايتمز بالاسم اللي هو كان انا كنت عامله ونفس الكلام هعمله على البادي. يبقى ده بسرعه كده قصه الايه البادي الكارد لي اوت. يبقى احنا لغايه دلوقتي يا شباب خدنا ايه عرفنا الفرق بين السوينج والجي والاي دبليو تي. بعد كده عرفنا الكونتينرز اللي عندنا عندنا توب ليفل كونتينر اللي هو الفريم وعرفنا البيزك بروبرتيز بتاعته ان هو ليه تايتل ليه يعني اللوكيشن بتاعه وهبعت لكم وهيبقى معاكم الكود اللي بيسيت اللوكيشن ممكن تخليه يظهر في نص الصفحه لانه في الطبيعي بيظهر
عند اللوكيشن 00. لوكيشن 00 الشاشه بتبتدي عد من هنا، اللوكيشن ده 00 انت بتبتدي تزود بقى هنا. فاحنا جبنا اللوكيشن اللي الفريم يظهر فيه خليناه فين؟ خليناه في النص. عن طريق ايه؟ عن طريق جبنا من التول كيت بتاعت السوينج جبنا الابعاد بتاعت الشاشه وعملنا ست بالظبط هنا اهو في الحته دي، اللي هو ايه؟ اللي هو العرض ناقص النص والارتفاع ناقص النص، يعني سام هاو كده عرفنا نقدر نوصل للكلام ده والكود معانا. بعد كده عرفنا ازاي او شفنا حاجه اسمها الست البيهيفير بتاع الكلوز، ان هو لما اقفل هنا الديفولت كلوز اوبريشن سواء بالكود او عن طريق ان انا بختار من البروبرتيز بتاعه الفريم. عرفنا بعد كده اللي هي الاكستند ستيت اكستند بيهيفير، ان انا ممكن اخلي الابلكيشن بتاعي او الفريم لما يظهر يظهر في الماكسيمم يظهر هو ماكسمايزد في الاكس، يبقى حجمه بعرض الشاشه كلها او بارتفاع الشاشه كلها، او ان انا اعمل اكستند للطول والعرض مع بعض. كل ده احنا عرفنا نعمله. اخر حاجه والحاجه المهمه قوي اللي هي الكارد لي اوت، ان انا عندي يبقى اكتر من كومبوننت موجودين ورا بعض واظهر فيهم زي ما انا عايز. بس ده فيه عيب بقى، الابروتش ده بتاع الكارد لي اوت فيه عيب. حد ممكن يفكر معايا كده بقى اشوفكم مركزين معايا ولا لا، ايه العيب في الكارد لي اوت؟ اني ما قدرتش اخد اكشن ان الشاشه اتقفلت ولا لا. لا انا ممكن اقفلها عادي، اصل البانل ما بتتقفلش. في عيب تاني خطير جدا. بصوا بقى يا شباب ركزوا معايا كده في العيب ده، انا بس همسح بس الحاجات دي عشان نشخبط تاني. بصوا تخيل انا عندي فريم اهو، الفريم ده عليه اتنين بانل ظاهرين فوق بعض وانا بتحكم فيهم. البانل اللي تحت دي مثلا، تعال نغير نعمل لها هايلايت، البانل دي اللي هي الصفراويه دي عليها بقى كومبو بوكس وعليها تيبل وحاجات بتيجي من الداتابيز، والتانيه نفس الكلام. طب ما هو اصلا هما الاتنين موجودين بس مش ظاهرين، معناها ايه؟ معناها ان هو بيحمل الفريم نفسه، الفريم اللي بره ده هيروح ينفذ الكلام ده، هيروح يملى الداتا، هيروح يملى الداتا كلها من الداتابيز. طب انت عايز تعمل كده؟ لا انا عايز اللي يظهر يتحمل. ولنفرض مثلا لو انا فكرت ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل تعالوا اجيب بس الوايت بورد ندردش مع بعض. لو انا عندي يا شباب الابلكيشن بتاعي كده في منيو، والمنيو دي مثلا فيها الايتمز والكاتيجوري واليوزرز والحاجات كتير جدا والريسيتس وكل ده، وانا هنا لو حبيت استخدم الكارد لي اوت، فانا معناها كده ان انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، هعمل 8 بانلز فوق بعض، اعمل لهم اد، واعمل لهم اد بايه؟ بكاردز، وكل واحد ليه رقم او ليه اسم. طيب ونفرض اللي تحت ده خالص بتاع الايتمز، والمفروض ان هو اول ما يفتح يجيب لي انواع الكاتيجوريز اللي موجوده وحاجات كده، وهنا مثلا الكارد ده بتاع اليوزرز، ولما بيفتح المفروض يجيب لي المستخدمين اللي موجودين على الابلكيشن. طيب لما انا بقى عاملهم كارد لي اوت فمش ظاهر لي غير واحد بس ده اللي ظاهر، والباقيين دول مش ظاهرين. اول ما الفريم ده نفسه يفتح كل دول هيتعمل منهم اوبجكت، كل دول هيتحمل عليهم داتا، يبقى الابلكيشن بتاعك يعني ربنا يقومه بالسلامه بقى. يبقى ده عيب في موضوع الكارد لي اوت. هو الكارد لي اوت بيريحني في قصه ان انا اظهر واخفي زي ما انا عايز، بس عايزين طريقه وهنشوفها مع بعض ان انا لا اظهر الحاجه وقت ما انا عايز واعمل منها اوبجكت وقت ما انا عايز. ليه؟ لان لما احنا جينا نعمل الكارد لي اوت، بص كده معايا، البادي بانل دوت اد بتاخد كومبوننت، دوت اد كومبوننت لازم تاخد كومبوننت وبدلها اسم. طيب الكومبوننت ده انا عملت اوبجكت، معناه ايه؟
معناها ان هو يروح ينادي على الكونستراكتور ده، معناها ايه؟ معناها ان هو يروح ينفذ الكود ده كله. طب كل ده انا ما كنتش عايزه ليه؟ طب افرض ان انا بدأت بالكاتيجوري، مش يعني بدأت في الاول اظهرت الكاتيجوري ما اظهرتش الايتمز، يبقى ملوش لازمه كل ده. يبقى ده الكارد لي اوت مالي وما عليه. نيجي لاخر حاجه بقى علشان نختم بيها، اللي هي اللوك اند فيل. ايه بقى اللوك اند فيل ده او اللاف ال اي اف؟ في لو الناس واحنا شغالين كده بالديسكتوب ابلكيشنز، بالويب ابلكيشنز، لما بدخل على موقع وليكن مثلا موقع تي اي داتا حبيبتنا كلنا طبعا تي اي داتا، الالوان والزراير ليها لون، ولما بعدي بتعمل اكشن معين، والفونت ده ليه سايز، والحاجات دي كلها، والصوره دي، كل الحاجات دي مش ثابته، مش مكتوبه ثابته. بتتكتب ازاي؟ بيعملوا حاجه اسمها سي اس اس فايل، كاسكيدد ستايل شيت، ملف خاص بالديزاين، خاص بالحاجه، بالالوان، بعرض حاجه، ارتفاعها، الكلام ده كله. بيبقى السي اس اس ده عباره عن فايل مركون على جنب، وهنشوفه ان شاء الله في الاي اي، في كل الحاجات الخاصه باليو اي. طب هل لو هم حبوا يعدلوا اليو اي هيعملوا ايه؟ هيجوا عاملين سي اس اس جديد ويشيلوا القديم ويحطوا الجديد، بس هتلاقي شكل الابلكيشن اتغير. طيب هل ده متاح في الديسكتوب؟ ده يا جماعه بيسموه لوك اند فيل. لوك يعني بص، فيل يعني حس، يعني بص وحس، يعني او ايه، يعني احنا بنعمل حاجه في اليو اي المفروض ان هي تلفت انتباهك يعني. طيب في الديسكتوب ابلكيشن او السوينج عندنا حاجه اسمها لوك اند فيل. لوك اند فيل هو عباره عن جار فايل او جار فايلز، بيبقى جواها كلاس انا بحتاجها كابلكيشن، بعمل لها ست، بقول لحاجه عندنا في السوينج اسمها يو اي مانجر. يو اي مانجر ده اهو، يو اي يعني يوزر انترفيس او الواجهات بتاعه المستخدم، مانجر مدير، يبقى اللي بيدير اليوزر انترفيس الكلاس دي مسؤوله عن حاجه اسمها اللوك اند فيل. طيب هل في عندي لوك اند فيل ثابت؟ اولا السوينج كومبوننت يا جماعه بتاخد اللوك اند فيل الخاص بالويندوز، او مش بالويندوز، سوري، بالاوبريتنج سيستم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مشغل الابلكيشن ده، تعالوا الصفحه دي كده ران، عندي ما فيهاش مين ميثود، ايه الحظ، ده اصلا بانل. تعالى هنا ران فريم، الفريم ده جيت للفريم اللي انا كنت هفتحه بعد شويه. الفريم ده واخد شكل او الثيم بتاع الويندوز. لو انت خدت الفريم ده عملت له ران على ماك، هياخد السي اس اس، سوري، اللوك اند فيل بتاع الماك. عملت له ران على لينوكس، هياخد اللوك اند فيل بتاع الايه؟ اللينوكس. وده الفرق ما بين السوينج والاي دبليو تي. قلنا الاي دبليو تي مالهاش دعوه، بتاخد النيتف لوك اند فيل، شكلها نيتف ملوش علاقه بالسيستم. طيب السوينج، طيب لو افرض قلنا السوينج خلاص بتاخد اللوك اند فيل او الشكل العادي بتاع الويندوز، يعني ممكن دي على ويندوز غير الويندوز، انا شغال ويندوز 8 ممكن شكلها يكون يعني مختلف شويه. طيب شكلها مش استخدامها، لكن الجافا بلاتفورم اندبندنت قلنا يعني. طيب ايه بقى موضوع اللوك اند فيل الديفولت؟ بص كده معايا، في الجنريتد كود العميق ده، في سطر كده احنا شفناه جوه المين ميثود، في حاجه كده كومنت اسمه ايه، لوك اند فيل سيتنج كود اوبشنال، عشان كده هو سايبك تلعب فيه براحتك، اعمل زي ما انت عايز. فهو في لوك اند فيل ديفولت، ديفولت لوك اند فيل اسمه نيمبوس. نيمبوس ده اللوك اند فيل الخاص بالويندوز، او لوك اند فيل يعني ايه،
library معمولة جوه النيت بينز، هو بيعمل لها ست. طيب بيعملها ست عن طريق ايه؟ عن طريق جافا swing UI manager dot set look and feel. وهو هنا جاب الكلاس هنا بتدي له اسم الكلاس بتاعت اللوك اند فيل. لما هتعمل ران هتلاقيها واخد الشكل العادي جدا بتاع الويندوز زي ما شفنا. طيب هل ينفع ان انا اعدل شكل اللوك اند فيل بتاع الابلكيشن؟ ينفع. طيب انا عملت ايه؟ انا كمثال او تدريب لينا جبت لوك اند فيل اسمه جي تاتو. لوك اند فيل فري، انت بس هتعمل سيرش كده على جوجل على لوك اند فيل، هات اي لوك اند فيل في الدنيا وتعرف بس اسم الكلاس بتاعته. فانا جبت اللوك اند فيل اللي هو الجي تاتو ده، عملت له اد على الكلاس باث بيلد على البيلد باث، تمام كلايبرري وخلاص جي تاتو. طيب اعمل له سيت ازاي؟ بصوا كده يا شباب، انا عملت له سيت هنا. جينا في الكود بتاع اللوك اند فيل اللي موجود في المين ميثود، هو بيعمل ايه؟ بصوا بيعمل ايه. مين ميثود اول حاجه بيعمل اللوك اند فيل يو اي مانجر، ويجي مدي له لوك اند فيل كلاس. بعد كده بيعمل ران عن طريق اللي هو الانونيمس انر كلاس زي ما قلنا. طيب نيجي بقى لللوك اند فيل. انا عملت كومنت للكود الجنريتد اللي هو بيعمل سيت اللي هي النيمبوس لوك اند فيل. اللوك اند فيل جيتا 2 ده ليه كلاس اسمها كوم دوت جيتا 2 دوت بي ال اي اف اللي هو لوك اند فيل دوت سمارت وات ايفر، اديت له اسم الكلاس وبس. بس خلاص تيجي تعمل ران تلاقي شكل الابلكيشن ما بقاش الديفولت، بقى ليه شكل كده، الزراير اختلفت، الفونت اختلف. يبقى اللي انت هتعمله او اللي احنا هنعمله مع بعض اننا هنعمل الابلكيشن بتاعنا، وبعد كده ممكن تديله شويه ثيمز. ثيمز يعني ايه؟ فاكرين الثيمز بتاعت الابلكيشنز او زي ما عندنا ممكن موبايل ابلكيشن يبقى عليه ثيمز، كل ما بتختار ثيم بيختلف شكل الابلكيشن. ممكن الابلكيشن بتاعنا ان شاء الله اللي هو البي او اس نبقى اليوزر وهو داخل يختار اللوك اند فيل اللي هو عايزه، ادي له شويه اسماء لوك اند فيل وهو بيختار منهم اللي هيختاره الاكشن ان هو هيعمل ايه؟ هيعمل يو اي مانجر دوت سيت لوك اند فيل ويدي له اسم الكلاس، هيغير شكل الابلكيشن زي ما احنا شفنا مع بعض. وده الكود اللي بيعمل سيتنج للبلاجبل لوك اند فيل، وده النيمبس او الديفولت لوك اند فيل، وده اللوك اند فيل اللي هو الجي تاتو زي ما احنا ما شفنا كده. انا خلصت الكلام اللي عندي. هل في حد عنده اي سؤال في الحاجات اللي احنا قلناها مع بعض النهارده؟ انا هعمل ستوب للريكوردينج وندردش مع بعض شويه. السلام عليكم.